اليوم شوية it's not an academic session rather than in here discussion، لأنه كل المواضيع اللي حنتكلم عنها هي already known، يعني ونحن already practicing in our daily life. يعني لما نقول معايير العملية التعليمية أو معايير التعليم والتعلم أو معايير التعليم، هي عبارة عن إجراءات وخطوات نحن نقوم بها في حياتنا اليومية، يعني من ناحية بتاع التدريس، من ناحية بتاع بعض الأشياء اللي حنشوفها. كل اللي نحن نعمله نقوم نربط المفاهيم بمفهومين آخرين، اللي هو مفهوم الجودة كجودة أو معايير، والموضوع الآخر اللي هو حنشوف نحن كيف ممكن يكون عندنا our own standards. يعني لما نسمع كلمة معايير standards طوال بيجي في بالنا إنه لا، هي جهة حتجيب معايير لازم نطبقها، وحنشوف الفرق إنه ممكن يكون عندك personal standards وحنربطها بالpersonal values، إنه أنت عندك قيمك وعندك حاجاتك ومن ضمنها الكوميتمنت الآن الموجود عندنا. حيكون عندك institutional values، يعني المؤسسات بذات نفسها عندها قيم، والقيم تحول إلى معايير بتاعت عمل. هلقى إن في best practices نحن بنشتغل بها من غير ما حد يقول لنا. يعني الآن في السيرجري في applications من غير ما تكون هي بروتوكول وغايدلاين في البلد، أنت في الثياتر بتطبقها من غير ما حد يقول لك. آه طيب، معناها أنت already you are connected مع الفكرة بتاعت المعيار، مع إنه أنت عايز أفضل شيء تطبقه بشكل. في النهاية نحن الموضوع بالنسبة لنا برجع لنا لتعريف أساسي للجودة، إنه نحن والله يا أخي نحن عايزين نقدم خدمة of quality. فهي الفكرة، سواء كانت خدمة في التعليم، خدمة في الصحة، خدمة في أي ماركت نحن عايزين نشتغل عليه بشكل أو بآخر. فإذا عندنا two objectives، عايزين نفهم علاقة الجودة والتعليم والمعيار والصحة وأهداف التنمية المستدامة شنو، تمام؟ إنه نحن جزء الآن من منظومة عالمية، عايزين نكون جزء منها ونحقق فيها أشياء أخرى. الشيء الآخر عايزين نتكلم عن تحسين الجودة والمعايير في التعليم العالي والتعليم الطبي بشكل مختصر. طبعا حناخد بعض الديفينيشنز حناخدها بكونسبت مختلف. احنا عايزين نشوف اور اون ديفينيشنز، حنشوف الديفينيشنز، لكن اي حد فينا الان عنده القدره انه يعرف الاشياء اللي هو بالنسبه له. بالاضافه ان احنا حنشوف الستاندردز اند ايديوكيشن بروسيس، يعني شنو عمليه تعليميه وكيف نحن وي كان ستاندردايز ذس ايديوكيشن بروسيس. طيب، الصوره هذه مرت علينا قبل، تمام؟ شنو نعرف عنها؟ الشاشة واضحة ولا لا؟ هناك، تمام. شنو نعرف عن هذه الصورة؟ التنمية المستدامة، تمام. 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة WHO، تمام. شنو آخر؟ طيب، قبلها كان في حاجة اسمها الـ MDGs، الميلينيوم ديفلوبمنت جولز، خلصت في 2015. هي أهداف بتخطها الأمم المتحدة لتحسين الوضع في العالم، وكأنها بتخط خارطة الطريق أو أهداف استراتيجية للدول بحيث أنها هي تعمل على تحقيقها. في 2015 لعند 2030 تم وضع خطة مبنية على الأهداف اللي قبلها تم تعديل تحسينها وتحويلها وما تم إنجازه منها وتحديد الأولويات للعالم في 15 سنة الأخرى اللي هي 15 إلى 2030. والعالم اتفق على أنه يكون عنده 17 هدف يتم تحقيقه بالعام 2030. الأهداف لو مرينا عليها بشكل سريع حنلقاها بتغطي كل أوجه البروفيشنز، الأعمال، المهن، تمام. لكن أهم أربع أهداف حتلقاها هي أساسيات الحياة، هي البيزك نيدز، اللي هي مش عايزين فقر، مش عايزين جوع، عايزين تعليم جيد، عايزين صحة جيدة ورفاهة. صحة جيدة ورفاهة اللي هي الهيلث، جود هيلث اند ويل بينج، يعني يس. يعني لما نقول جود هيلث خلاص معناه لا، لكن الفكره انه لا، احنا عايزين نمشي للويل بينج، لانه الان بقى الموضوع في السايكولوجيكال بارت، انه ما كل التروما هي عباره عن اكسس، لا، سايكولوجيكال تروما بلا 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 اللي هي المنتل هيلث،
الجانب بتاع المنتل هيلث الان بقى عنده ويت في الهيلث انه لا احنا وي شود كونسيدر. لما نواصل في بقيه الاهداف حنلقى انه في اهداف كثيره جدا لحد ما نصل الى الهدف رقم 8. الهدف رقم 8 بيتكلم على decent work and economic growth. عايزين كل العالم وكل الدول يكون عندها اقتصاد جيد وتطور في الاقتصاد في البلاد. طيب ممتاز. اذا انا عايز اقتصاد كويس معناه الهدف رقم 1 اوتوماتيكلي حيتحقق، يعني حيكون بقى زيرو بوفرتي وزيرو رقم 2 زيرو هانجر، يعني الفقر والجوع اذا الدوله اقتصاديا تحسنت والشعب بقى شغال شغل كويس معناها الفقر انتهينا منه. طيب اذا انا عايزهم يشتغلوا كويس معناه المفروض يتعلموا كويس، اذا هو عايزهم يشتغلوا كويس معناه المفروض صحتهم تكون كويسه، اذا انا عايز صحتهم تكون كويسه المفروض المياه بتاعتهم والصرف الصحي وغيره من الاشياء تكون كويسه في الهدف السادس كلين ووتر اند سانيتيشنز. ممتاز. طيب نمشي زياده، قالوا عايزين نتكلم على سلام وعدالة ومؤسسات قوية. إذا عايزين كل دول العالم يكون تنعم بالسلام و والعدالة ويكون مؤسساتها قوية، بالتالي هتخدم الاقتصاد القوي، بالتالي معناها قبل المفروض. إذا الأهداف هي كلها مع بعض interconnected rings، يعني ما نقدر نخدم على هدف بدون هدف الآخر. بيبقى انه احنا على مستوى الدول المفروض الدول تحدد استراتيجياتها بناء على هذه الاهداف، تقول انا عايز احدد في الهدف كذا امشي يا خطوه. اذا انا عندي 60% تحت خط الفقر مثلا انا عايز اخليهم 40%، اذا انا عندي 30% من الشعب يعاني الجوع عايز اخلي 30-15%. فاذا هم ساعدوا الحكومات بحيث انها تقدر تشتغل على مؤشرات كويسه جدا في هذا. والهدف الاخير بيجي هدف شامل لكل الأهداف اللي هو partnership for the goals. ما ممكن أنا أكون في الصحة شغال على ملف الصحة والبلدية ما موفرة لي صرف صحي كويس، ما ممكن أنا أكون في الصحة شغال على ملف الناس تكون صحتها جيدة والوزارة المالية ما موفرة لي وضع اقتصادي مناسب للعاملين الصحيين. إذا نحن محتاجين شراكات بين كل المؤسسات، محتاجين شراكات بين القطاعات، قطاع خاص قطاع عام، منظمات مجتمع دولي، اوكي تمام. ومحتاجين شراكات بين الدول لانه حنجي بعد شويه نلقى انه في ملفات فيها تقاطع في الحدود، يعني الصحه فور اكزامبل حتلقى انه في ملف صحه مع الامراض المنقوله في الحدود وغيره من التفاصيل فاذا الهدف الاخير اللي هو partnership for the goals واحد من الاهداف الكويس اللي بتحقق كل الاهداف مع بعض. طيب شنو العلاقة بين الموضوع ده وجودة التعليم يا خباب والعملية التعليمية؟ ونحن الآن نتكلم على 6 أعضاء هيئة تدريس أو 7 أعضاء هيئة تدريس في كلية الطب في جامعة صغيرة في بنغازي اللي هي جزء من منطقة في دولة أكبر. طيب أنا عندي قناعة إنه أي شخص لو يدلو بدلو واحد في أي هدف من مجال عمله حيساعد الدولة ككل في إن هي تمشي. إذا نحن الآن لو تكلمنا على فقط على معيار التعليم أو معيار العملية التعليمية من أجل تحسين الجودة معناه إحنا ساهمنا في الهدف رقم 4. طيب إذا هي العدد الكامل للأهداف هي 17 هدف. طيب ليتم تحقيقها اتخذت 169 تارجتس عشان ما تكون أهداف عامة good health and well-being والسلام، لا good health and well-being عنده عدد، quality of education عنده عدد من التارجتس. التارجتس عشان تتحقق يتعامل لها عدد من الإيفنتس. الآن مثلا good health and well-being كلنا بنتكلم عن أسبوع محاربة التدخين مثلا، دي ما إيفنت لكن الغرض منها التقليل من التدخين ومضار التدخين، تمام. لما نجي والله الديابيتس داي، الورلد ديابيتس داي ده إيفنت بسيط جدا لكن بيتم فيه التوعية ورفع وتوعية المجتمع ومناقشة الأدوية الحديثة والجرعات وتفاصيل والدور الديبيجي ديكيتر الديكيشن بتاعه. طيب. إذن الإيفنتس حتيجي تلقاها أكثر من 3500 إيفنت. الببليكيشنز أي إنبوت تقدر تكتب في موضوع في تجربة في قصة نجاح في كده في ما يلي التحقيق لها. الآن العدد حصل أكثر من 1300 publications وفي زيادة، تمام. الأكشنز
الممكن نحن نتخذها أكثر من 6500 أكشن الموجود الآن. نحن ممكن نأخذ نفس الأكشن اللي تم أخذه في عدد من الدول أو وجهت به اليو أن. واحد من الأكشنز اللي نحن الآن بصدده بيخدم الهدف رقم 4 اللي هو الكواليتي اوف إديوكيشن. لما يكون عندك جود كواليتي إديوكيشن في مجال التعليم الصحي ومجال التعليم الطبي، اوتوماتيكلي شنو هيحصل في الهدف رقم 4؟ في الهدف رقم 3 الجود هيلث اند ويل بينج هتتحسن. اذا حيرتفع مستوى الرعايه الصحيه لارتفاع مستوى جوده خريج التخصصات الطبيه المختلفه. ممتاز، يعني العمليه دي ماشيه مع بعض، ماشيه مع بعض. طيب اذا زدنا الان معانا دكتور مفتاح في التدريب، اذا زدنا عمليه التدريب المستمر وبقى التعليم المستمر ذا جوده عاليه، معناها انا حزيد المهارات الدقيقه. مثلا فور اكزامبل دكتور هيثم عايز يتكلم على البروسكوبيك سيرجري، ان المينيمم زيف سيرجريز بلا بلا بلا. هو ما محتاج يدرس طب من اول جديد، محتاج يدرس تكنيك تاع المينيمم زيف سيرجري، حيتعاون مع السي بي دي سنتر الموجوده في المناطق المختلفه في المؤسسات المختلفه. اذا الهدفين ديل خصوصا يلونا نحن بزياده عن الباقين، لانهم اذا نحن هنتكلم على كواليتي اوف اديوكيشن وكواليتي اوف سيرفيس ديليفري، اها فيري كونكتد. طيب شنو يحصل اذا زادت جوده الخدمه في الرعايه الصحيه؟ نحن بندرب طلابنا وين؟ في المستشفيات. اذا ارتفع جوده الخدمات في المستشفيات اوتوماتيكلي حيرتفع جوده العمليه التعليميه. فاذا التو ديفرنت جولز فيري كونكتد فيما يلي نحن في الميديكال. وغيره من النماذج لو اخذتها على مستوى التعليم الاساسي الجود كواليتي education في البرايمري سكول، محتاجين يكون عندهم جانب من الصحه، عندهم صحه مدرسيه وعندهم متاكد من صحتهم وتفاصيلهم وكذا. وتم تمشي في التعليم الهندسي، محتاجين والله يا اخي التعليم الهندسي محتاجين المهندس يكون بصحه جيده. وندخل في الاوكيبيشنال هيلث، معناه نحن موجودين المفروض نعلمه الارجونومكس الصحيح وكيف ينزل وكيف يطلع وكيف يتعامل مع التفاصيل بشكل. اذا هم فيري كونكتد جوث بشكل او اخر. اذا الجود هيلث اند ويل بينج نحن كعاملين في القطاع الصحي المفروض نكون عارفين الستيتمنت بتاعته. الستيتمنت اللي هي تو انشور هيلثي لايفز اند بروموت ويل بينج فور اول ات اول ايجز. احنا عايزين نعالج كل الناس في كل الاعمار، ومن هنا تبدا بعد التارجتس تبدا تظهر، صح؟ لما اقول لك جود هيلث اند ويل بينج معناه عندي تو تراكس، عندي منتال هيلث وعندي فيزيكال هيلث، معناه التارجتس حتكون ماشيه على التو سايد. لما اقول لك الايجز حتبدا تقسم لي، تقول لي اندر 5 ولا التشيلدرن ولا نيونيت ولا بيدياتريكس ولا حتمشي فيهم فيردر. لما تقول لك فور اول حتقول لي والله يا اخي النازحين والفي المدن والفي القرى والاغنياء والفقراء والمتعلمين والغير متعلمين. وحنبدا نتكلم على اشياء في اساس الصحه بتاعتنا البروفيشناليزم. انت بتعالج اي حد؟ والله يا اخو اقسم بالله العلي العظيم انا عالج. لا تمام. فانت اصلا موضوع الانيكواليتيز بتكلم عن العالم انه والله يا اخي في عدم مساواه في تقديم الرعايه الصحيه وتفاصيل هذه، الموضوع انت اوريدي حيبدا يكون موجود عندك كواحد من اهدافك. تمام. موضوع التعليم كستيتمنت، لما نقول كواليتي اوف اديوكيشن نحن عايزين تو انشور انكلوسيف كواليتي اديوكيشن فور اول اند بروموت اللايف لونج ليرنينج. نحن عايزين نعلم كل الناس، لكن عايزين مبدا اساسي يكون موجود عند الناس اللي هو تحفيز التعلم مدى الحياه. ده هدف عام للعالم. الان نحن في الدوليه بنقول نحن عايزين طلابنا يكون عندهم القدره على لايف لونج ليرنينج. معناه نحن في الدوليه الان ماشين وذن. طيب خلينا من الدوليه والطلاب، انت الان كفيزيشن لو ما عندك السكيلز بتاعت اللايف لونج ليرنينج لسه انت حتكون في الانسولين المخلوط هناك قبل. صح؟ يعني اللانتوس والقلم وبتاع مش حتكون مواكب يعني. فاذا انت لازم يكون عندك القدره على ان، لانه نحن في فيري او رابيدلي
progressing market. لما نحوله لكلمة market السيرجري الآن بعد شوية حيطلع من الماركت لو ما بيعرف روبوتك سيرجري يعني بعد 10 سنين. إذا أنت ما سيرجن عندك السكيلز أو عندك القدر خلي القدر إنك تتعلم روبوتك سيرجري معناها you cannot cope with you cannot progress. تمام. فإذا التو goals الآن نحن هناخد منهم الستيتمنت إنه نحن يس عايزين نعلم تعليم جيد لطلابنا ولأنفسنا عايزين نتعلم تعليم جيد. إذا فبالتالي عايزين المبدأ الأساسي هو اللونج لايف ليرنينج. في الكواليتي عايزين نضمن العلاج لكل الناس في كل الأعمار في كل الأماكن. فبالتالي لما نجي أتكلم على إنه أنا عايز أكون مسؤول على عملية تعليمية ذات جودة حابدأ أتكلم عن إنه يس أنا عايز أحسن من الجودة. عالميا الموفمنت مختلفة الآن كل العالم انترست في إنه يستقبل ورك هيلث فورس خصوصا بعد الكوفيد صح. يعني الآن الأطباء مرغوبين جدا في السوق العالمي في الويل ديفلوب كنتريز. أنت تقدم سي في كويس بتاع على طول حتلقى نفسك مشيت. فهم عايزين تو انشور إنه يجوهم طلاب بكواليتيز كويسة فبيجي البروموشن للموضوع ده. فده الموضوع الآن الربط الجودة والاعتماد إنه نحن عايزين ب 23 كل الطلاب يكونوا طالعين من جامعات معتمدة. معتمدة يعني شنو؟ يعني موافية لمعايير التعليم العالمية. يعني العالم جلس مع بعض خدت معايير قال دي المعايير أنا عايزة تحقق. والمعايير دي والموفمنت دي هي جزء من التارجتس بتاعة أهداف التنمية المستدامة. طيب إذن الموضوع مربوط بالجودة. طيب يعني لما نقول معيار طيب الموضوع تاريخيا عنده تاريخ قديم جدا. لو مسكنا التاريخ الحديث شوفوا كلمه الحديث ولا الستيتمنت الحقوله اذا عمل احدكم عملا فليتقنه معناها قبل اكثر من 1400 سنه كواليتي موجوده. تمام. وفي بعض الليتريتشر موجوده في كل الاديان والديانات. حترجع قبل حتلقى السن بالسن العين بالعين وده كلام ما قبل الميلاد. يعني الستيتمنت دي انه انت كده معناها موضوع العداله واي شيء عنده شيء قدره ونضه موجود. فالان حتلقى في الليترشر انه حنتكلم على كواليتي كنترول اللي هي عمليه ضبط الجوده. حتلقى يتكلم على كواليتي اشورنس توكيد الجوده. حتكلم على توتال كواليتي مانجمنت الاداره الشامله للجوده. حيتكلم على الامتياز والتميز المؤسسي. ودي كل حديث تلقاه ماشي في تايم لاينز. الان العالم بيتكلم على الابتكار. جات الكوفيد لقينا انه طرق التدريس الكلاسيك ما حنقدر نجمع طلاب حنشتغل اونلاين ويموف. والله يا اخي عندنا ريسورس بسيط في تريننج سايتس سي بي سي تي ما عارف كلينيكال سيناريوز رول بلاي. الان بقينا احنا نبتكر في بعض الاشياء. طيب لما نقول كواليتي كنترول معناها أنا would like to make a list of what should be done. لما أنت تقول ضبط جودة معناه أنت عندك items عايز تحققها. عايز تخش السياتر. الكواليتي كنترول في السياتر هي الايتمز الموجودة بشكل أو بآخر. سواء كانت policy procedures equipment lights اوكي تمام تعقيم. طيب ضمان الجودة الكواليتي assurance هي عملية التأكد من انه نحن وي اتشيف الكواليتي كنترول ليست او الكواليتي كنترول ريكويرمنتس. يعني هي جاردنج وات يو وود لايك تو اتشيف. يعني اذا الاليات والعمليات اللي هي السوفت وير اللي حيخليك تتاكد انه الريكويرمنتس بتاعتك موجوده. تمام. التوتال كواليتي مانجمنت حتتاكد انه كل الريسورسز سواء كانت قبل ما تكون موجوده عندك او بعد ما تطلع منك. اذا حتبدا تتكلم على المورد على العميل سواء كانت خدمة أو منتج. عايز تتأكد إنه هذا العميل عنده متطلبات عايز تحققها له. وأنت الآن بترجع تبقى عميل لسبلاير آخر عايز يديك نفس الريكوايرمنتس دي تحقق لك الساتسفاكشن. إذا العملية الكاملة لإدارة الجودة هي تسمى بإدارة الجودة الشاملة. ومن هنا بدأت تظهر النماذج كواليتي مانجمنت سيستم ايزو اكس اي اف كيو ام موديل تفاصيل. هنا بدأها خلاص. طيب شنو الفكره من النماذج دي؟ النماذج بدنا تحقق لي الجوده. طيب شنو الجوده؟ واتس كواليتي اي ديفينيشن يور اون برسبكتيف.
خلينا من الليترتشر الموجودة. What's quality؟ أي حد الآن عنده تعريف للجودة؟ إتقان. تمام. Professionalism. تمام. يعني أنت as much as this person is very professional, معناه he's doing his work in a quality way. تمام. Commitment. عندنا جدا لما نمشي يشتري قماش فبتعامل مع القماش بقوة شديدة جدا. يعني لحد ما صاحب القماش يخاف. شنو أقول؟ عايز أتأكد من من الكواليتي. لا، معناه هو الكواليتي بالنسبة له إنه ما يتمزق. إذن الperceived degree of excellence هي أحسن definition. انت اللي بتحدد انه الموضوع ده جيد. انت الان لما تقول لي بروفيشنال، خلاص انت لما تلقى الدكتور ده ديسيبليند وعنده كوميونيكيشن سكيلز وعنده كوميتمنت، ذس از ان كواليتي سيرفيس ويل بي بروفايدد باي ذس دكتور. لما تخش الكلينيك تلقى الكلينيك نظيفه ومعطره بشكل كويس ويستقبلوك بابتسامه في المواعيد، هتحس ان الموضوع كويس. لما تجي الجامعه تلقى انه الجامعه في انفايرمنت كويس. اذا انت اللي بتحدد الديفينيشن للكواليتي، لانه انت الان اللي بتحدد وات ار يو لوكينج فور في الخدمه اللي انت تعنيها. تمام. طيب، العباره المهمه جدا بالنسبه لنا اللي هي الاكسبكتيشنز، لانه اذا انت عندك بيرسيفت شيء معين في بالك عايز تو اتشيف او انك تتاكد انه الموضوع ده ماتش، الموضوع حيتغير ان سمبل واي، لانه حيبقى عاده والمرة الجاية حتكون عايز أحسن منه. تمام. أقرب مثال في حياتنا اليومية، لو مشيت مطعم طلبت ميل معين أدوك الميل سخنة كويسة نظيفة الطعم اللي أنت متوقعه. Next time لما نجيت أدوك صحن بتاع شيبس إكسترا، في المرة الأولى كان حقق شنو؟ Your expectation، صح؟ المرة الثانية exceed your expectations، أدوك شنو زيادة؟ شيبس. في المرة الثالثة لما تجي لو نقص الشيبس، إذن فالإكسبكتيشنز هي شنو؟ بتتغير. تمام؟ فبالتالي نحن لازم نتحسن. فإذن الجودة إذا بقت عملية ستاتيك، لازم يكون عندي continuously improved concept. لازم الجودة تكون بالنسبة لي هي تحسين مستمر. وعشان تتحسن بشكل مستمر، عندي بعض الأشياء لازم أكون فاهمة. إن الموضوع ده مرتبط بتخطيط، والتخطيط مرتبط بتحديد احتياجات العملاء. هنيجي نشوف العملاء عشان طيب عندي كواليتي كنترول، لازم اتاكد انه البروسيس اللي انا شغال بها هي نفس البروسيس ات اول تايمز. يعني نفس العمليه اللي عملتها اليوم حاعملها بكره، حاعملها بعده، حاعملها. تمام. الكواليتي امبروفمنت لازم اتعلم، واللي بتعلم منه اعدل بيه الحاصل اوبتمايزيشنز، واعمل فايننج او ريفايننج لوات ام دوينج، واعمل له ادابتيشن اوتوماتيكلي. فاذا دي ثلاثه عبارات مهمه جدا مع الكواليتي: كواليتي بلاننج، كواليتي كنترول، اند كواليتي امبروفمنت. تمام. طيب اذا الاكسبكتيشنز ممكن نحولها الى كلمه اخرى او الريكويرمنتس، وكلمه هي حتكون متماشيه تماما معها، لانه الريكويرمنت والاكسبكتيشن ممكن تكون للانديفيديوال. طيب اذا انا بتعامل مع مؤسسه وعندها مني متطلبات، العباره اختلفت. يعني requirements تمام، رغبات بتاعت عميل، لكن requirements معناها something should be met، يعني يا اعمله يا الموضوع ما في. هنا العباره راح تظهر بالنسبه لي شبيهه للrequirements، هي الstandards. يعني الrequirements حتى المؤسسات تبقى هي معايير ملزمه التطبيق. تمام. لما نخطئ الطفل بنقول لك سيبه ما عارف. لما نخطئ شخص كبير المره الاولى بنقول له ما عارف، وبتقوم توريه انه الموضوع ده لما تيجي تخش قاعه الدراسه لازم تنقد دور. فبيجي الان هنا في ستاندرد، اذا if you not knocking the door you're not be allowed. الموضوع اختلفت الستيتمنت. اذا الستاندرد عنده consequences اذا انت طبقته او ما طبقته. تمام. فبالتالي البالانس بين الاداء اللي احنا بنعمله مع الستاندرد او الريكويرمنت هو بحقق لي الكواليتي. اذا انا مطلوب مني ثلاثه اشياء
ككستمر ريكويرمنت وحققتها معناها انا حققت الجوده. كيف بحققها؟ بحققها بالاداء بتاعي. طيب شنو الاداء؟ هي العمليات اليوميه ان احنا بنشتغلها. لو ماشي العياده حتطلع في الزمن، حتلبس كويس، حتكون مود، حتجهز الريكويرمنت بتاعت العياده بتاعتك، حتخلي الموظفين يستقبلوا الموظفين العيانين بشكل كويس. اذا البرفورمانس بتاعك الديلي ورك ده هو بحقق لك الريكويرمنتس او الستاندردز اللي انت عايز تعملها بشكل او باخر. ناخذ نموذج بتاع كافي. كلنا بنمشي الكافي بنطلب شاي او كابتشينو ولا مكياتو ولا كذا. تمام، لما اجي اخذ الريكويرمنتس بتاعتي انا ككاستمر شنو حيحصل؟ حيكون عندك اكسبكتيشنز معينه، مكياتو والله طويله ولا قصيره، سكر زياده ساده كده، حديه الريكويرمنتس بتاعتي. هو والماشين بتاعته والمكان والانجريدينتس مع بعض في البرفورمانس بتاعهم بيديني البالانس بتاع بتوين انه انا يس ذس از ماي ريكويرمنت. طيب لما نجي للبرفورمانس، لو اخذت كوبايه الشاي في البيت طلبتها من زوجتك ولا انت عايز تعمل لزوجتك كوبايه شاي، المهم متفق، هتيجي البرفورمانس شنو هو؟ هو عباره عن انبوت وبروسيسنج واوتبوت. كوبايه الشاي فيها ثلاثه انبوتس، واي زياده ممكن تكون عباره عن شنو؟ حاجه تحسن بها الريكويرمنتس. اذا هي شاي تمام النعناع اديتيفز، اذا شاي ومويه وكب وسكر مثلا خلاص. طيب 200 انا حكب المويه في الشاي، هل من ال لا يعني متى اضع الماء على الشاي؟ بعد ما تصل درجه حراره غليان. اذا معناه الموضوع في ستيب وايز. طيب الستيب وايز دي هي دي تحدد البرفورمانس. طيب نفس الستيب وايز ده في النسكافيه، لو انت ما عملت الخلط بشكل كويس لدرجه الرغوه مش حتكون الرغوه، معناها المنظر حيكون مختلف. اذا الستيبس دي هي العمليه دي البروسيسز اللي بتحكم البرفورمانس بتاعنا. قبل ما نشوف التعريفات ننزل شويه ونشوف الصوره هذه. الافيدنس اوف جود كواليتي انه الكاستمر ريتيرن. واجمل مثال في الموضوع ده في الطب، في اطباء الاوبسن جاينا صح؟ الاوبسن جاينا بيكون طبيب الاسره. ملاحظين الحاجه دي صح؟ في الطب الكاستمر ريتيرن قلت لهم اجمل نموذج لنا الفاميلي الاوبستريشن، بيكون هو طبيب الام والخاله والجده والبنت وبنت الخاله. يعني الكاستمر حيجي وحيجيب معه كاستمر اخرين. ممكن في السيرجري الموضوع ما يكون فيري كلير زي ما في الاوبشن جاينا، ممكن في المدرسة ما يكون ذات كلير، لكن في الاوبشن جاينا فعلا حتلقى انه الفاميلي دي كلها اخوات كلهم عند نفس الدكتور. ايوه حتلقى ممكن الام ذاتها نفسها مش كانت موجوده. ايوه فاذا يس الكاستمر بيرجع لما نحس انه والله يا اخي الكواليتي مت بشكل او باخر. عشان نحقق الموضوع ده في الاشياء الكبيره المسائل الكبيره ما ينفع انه نحن نجدف والسلام، لازم نجدف بترتيب في اتجاه واحد. المركب ده عمره ما حيتحرك سنت. ما حيحصل في اي بروجرس. طيب معناها نحن في سيستم a little bit complicated سواء كان في الصحه او في التعليم. يس اذا ستيب وايز حتجي تلقى انه كل خطوه بتدي ديليفر لشنو؟ للخطوه اللي بعدها. لو مسكنا الطالب ثانوي عنده ريكويرمنتس، حيجي مكتب المسجل، مكتب المسجل حيحوله للجنه الطبيه، اللجنه الطبيه حتاكد انه هو اليجبل، حتعمل له اكسبتنس، حيعدي حيمشي البيزك ميديكال ساينس فيز، حيخلص البيزك ميديكال فيز حيجي الكلينيكال، من الكلينيكال حيمشي الامتياز. معناها في ستيب وايز ابروتش. طيب في ايتش فيز ينفع يخش الامتياز قبل الكلينيكال؟ لا. ينفع يخش الكلينيكال قبل البيزك ميديكال ساينس؟ ينفع يخش البيزك ميديكال ساينس قبل ما يكون ناجح في الثانوي وماخذ تخصص احياء مثلا؟ اذا الكونسيكونس ده لازم نحن كلنا نكون ماشيين في نفس الاتجاه. طيب نفس الكونكشنز، بيزك ميديكال ساينس المفروض يكون مربوط مع السي بي ار اللي حيعمله في الامتياز. تمام فاذا يس من هنا الموضوع a little bit complicated. فهي اتس نيفر ان اكسيدنت، هي انتليجنت effort.
تمام. الان احنا كلنا طالعين من البيت لابسين دبش ومبسوطين جدا وي ار فيري هابي باللبسه بتاعتنا اللي هي لو انت رجعت حتلقى كان فيها مجهود. بتحب القميص ده والله حاسب شويه برد عايز الجاكيت لازم البس انا خاش المستشفى الجامعه البروفيشنال لوك بتاعتي لازم اكون لابس التاج تمام والله يا اخي اللون مع الاسود ماشي. حتلقى انه حتى الفيري تاين ستاف انت فيها شنو شو افورت والله يا اخي خلاص تمام انا محتاج كده فاوتوماتيكلي حتلقى انه حتى الروتين ورك حتلقى انه انت عندك فيه كواليتي تاتش. لما تختار الصابون للملابس حتختار صابون فيه معطر ما عارف شو. لما نحن نغسل اللابكوس في البيت ما حتغسله مع بقيه الحياه حتغسله برا وحط له شويه كلور. فاذا الكواليتي محتاجه افورت. وكل ما يكون السيستم معقد كل ما يحتاج الموضوع الى زياده افورت. طيب نحن الان بنتكلم على برنامج الطب يعني شنو بروجرام ويعني شنو معايير اكاديميه ويعني شنو معايير مرجعيه ويعني شنو لائحه داخليه الكليه يعني شنو تقييم يعني شنو اعتماد. ها بس في جزئيه بس شنو العلاقه بين الكواليتي تريولوجي والكواليتي بالانس يعني شويه تمام. طيب الكواليتي البالانس في الكواليتي انك يكون عندك بيرفورمانس تو اتشيف الريكويرمنت والستاندرد. طيب هاو يو ار جوينج تو اتشيف الريكويرمنت ولا الستاندرد يقول السؤال انا عايز احقق متطلبات عملي. اذا انا عايز احققها عندي خطوه مهمه جدا اللي هي البلاننج اللي هي التخطيط ونحن بنسميه كواليتي بلاننج اللي هي بتحدد فيها متطلبات ورقبات عميلك. حددت المتطلبات حتكتب جنبها كيف تحقق هذه المتطلبات. اذا دي عمليه بتاعت تخطيط. لما نقول كواليتي كنترول معناه عايز اتاكد انه الحياه الان بتحقق لي العميل دي زي الكواليتي اشورنس زي ما قلنا بتحقق لي العميل. طيب اتكلمنا انه رغبات العميل هي رغبات متغيره. طيب اوتوماتيكلي معناه الجوده المفروض تكون متغيره. تغيير الجوده المفروض يكون الى الاحسن. اذا لما تقول انا عايز اشتغل كواليتي لازم تكون فاهم انه الموضوع مربوط بتخطيط وضبط وتحسين عشان تضمن البرفورمانس بتاعك يحقق الستاندرد او الريكويرمنت. يعني لما الشخص يقول لك والله يا اخي يس نحن وي ار دوينج كواليتي ورك. طيب انت الان عندك شويه نولج في انه كيف الجوده تحقق تقوم تقول له وات ار يو دوينج. لو ما اداك معاني الثلاثه اشياء هذه معناه هي از نوت دوينج كواليتي. سو الكواليتي ستاندرد اكسبريسنج وات في البلاننج. ما انت حتحدد الستاندردز بتاعتك تمام. وانس انك انت يو ايدنتيفاي الستاندردز معناه انت حددت الكاستمر او الريكويرمنت بتاعت يور كاستمر. الخطوه الثانيه حتتكلم على الكواليتي كنترول الكواليتي اشورنس. حتجيب الستاندرد دي وحتشوف نفسك كيف تقدر تطبقها. هل حتطبقها كلها فروم داي 1 ولا حتطبقها تدريجيا ولا حتطبق وتحسن فيها افري ناو اند ذن. فإذا حتلقى نفسك طبقت الثلاثة مفاهيم مع بعض quality planning quality control و continuous improvement. طيب عايزين مع بعض نشوف برنامج الطب يعني شنو برنامج الطب يعني شنو يعني العبارات اللي قبل شوي مرينا على دي حتفيدنا شنو في الجودة وكل كلمة موجودة وين يعني شنو برنامج الطب يعني شنو بروجرام برنامج أكاديمي طيب كوريكولم لكتشرز. طيب بقى عندي كوريكولم اللي هو مكتوب عندي لكتشرز تقدم. ها هل هذا هو برنامج الطب؟ طيب هتقسم بيزك ساينس وكلينيكال. ممتاز جدا. خلينا ناخذ شو الكواليتي تريولوجي ونطبق عليه. معناها شنو المطلوب من برنامج الطب؟ ممتاز. اذا الاوت كم بتاعي هو عباره عن خريج مؤهل. بستيتمنت ثانيه ستيتمنت قريبه من كواليفايد سيف دكتور.
ودي very critical competent and safe دكتور. very critical why؟ لأنه ممكن يكون good لكن عندي مشكلة في السيفتي. yes. يعني ممكن يكون very intelligent وشاطر وحافظ الموضوع لكن ما قادر يحقق لي السيفتي دي. معناه مفروض أنا أشتغل معه على موضوع السيفتي. تمام. إذن الأوتكم لبرنامج الطب هو عبارة عن safe doctors أو competent statement كده safe competent graduate أو safe competent doctor. طيب شنو هيحصل عشان أنا أصل للموضوع هذا؟ ده المخرج ده الأوتبوت بتاعك ده الايم الأساسي لبرنامج الطب. تمام. خططه ودير له كنترولر. طيب كيف حخطط له؟ حابدا اشوف المنهج بتاعي شكل المحاضرات تفاصيله حطبقها كيف هل في سكيلز ها 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 تمام ممتاز جدا. اذا هي مجموعه المقررات الدراسيه والانشطه العلميه والتطبيقيه اللي تقدمها الكليه لطلابها من خلال مواقف تعليميه مقننه تستخدم فيها استقنات التعلم. عندنا تقنيات تعلم حنستخدمها بيزد على مقررات نحن جهزناها ولكتشرز وكلينيكال سكيل لاب وكلينيكال راوند عشان انا في النهايه ده شكل البرنامج العام بتاعي انا عايز يكون مهندس بالشكل ده. طيب لازم اكون ملتزم بحاجه تسمى بالمعايير الاكاديميه اللي هي دي الريكويرمنتس او الستاندرد اللي احنا تكلمنا عنها. ان جنرال هتلقى انه دي بخطه لك وزاره التعليم العالي مركز ضمان الجوده منظمه دبليو اف ام اي دبليو اتش واي يكون عندها في انبوتس. اذا الان خلاص ممكن بالنسبه لي مقياس يمكن بواسطته الحكم على برنامج على الطالب الجامعي بالكفاءه وعدم الكفاءه. إذن في نهاية البرنامج بتاعي إذا أنا وفيت المعايير دي معناه الانبوت بتاعي كويس. إذا ما وفيت المعايير معناه الانبوت ما كويس معناه عندي مشكلة في الانبوت. طيب الأكاديميك ريفرنس ستاندردز الآن في ليبيا في مجهود كبير جدا فيما يسمى بالناس الناشونال ريفرنس ستاندرد موجود الآن خلصوا من الصيدلة شغالين في التخصصات الطبية في جانب آخر شغالين في الهندسات تمام قبلها في المصريين تعاملت الآن خلاص. إذا دي معايير بتكون مرجعية تتاخذ منها شنو؟ تتاخذ منها المعايير التطبيقية للجامعات. طيب اللائحة الداخلية للكلية ده اللي هو البايلوز ده القانون ده كله بلانينج. أي اللائحة الداخلية دي اللي حتبدأ تحكم تشتغل معي في الكواليتي كنترول. أنا عايز عضو هيئة تدريس يجيني يتعين معي غارة عقد خاص بلا 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 ساعات تدريبية تطوير تحسين مستمر حتى القوانين الغالي بشكل اخر. طيب. يبقى بعد ده انا عايز اقيم. ايوه الكنترول من اجل التحسين يعني الايفالويشن مخرج بيمشي الخطوه اللي بعديه. ايوه اذا انت عايز تبدا تقيم الموضوع بالنسبه لك الاكريتيشن الان بيجي يعمل لك الكراون. انت يو ار ميتينج الريكوايرمنتس تمام ممتاز. ثانك يو فيري ماتش. يس تمام. الان في الطب نحن اخذنا اعتماد المؤسسي معناها نحن الان كانستيتيوشن حنشوف العمليه التعليميه ومكوناتها كبيئه تعليميه كقوانين كلوائح نحن الان مهيئين تماما لانه نحن نخرج طالب طب كويس. الاكريديتيشن تول يعتمد على قوه كنترول للبروسيس. يس هاو يو ار كنترولينج يور بروسيس انت ضابط العمليتك التعليميه دي مضبوطه بشكل او باخر. طيب عشان اجي القى الكنترول في الايديوكيشن لازم اقوم اعرف الكواليتي في الايديوكيشن. ما نحن عرفنا الكواليتي بشكل عام انه انت عايز تحقق متطلبات العميل. اذا بالنسبه لي هي تو ويتش اكستنت المؤسسه كان جرانتي وذ ذا كونفيدنس اند سيرتينيتي ذات ستاندرد اوف اتس ايديوكيشنال بروفيجن ار بينج مينتيند. انت مطبق كل معايير العمليه التعليميه. فبالتالي تقول لي انا عندي جوده تعليم. لانه الموضوع ما عباره عن كوبايه قهوه ولا ساندويتش ولا شيبس ولا سيرفيس بسيطه جدا ممكن تخلص بسمايل. لا انا بتكلم عن فيري كومبليكيتد بروسيس. تمام. نمشي فيرذر في التعليم العالي ما فيها موضوع فرق كبير غير ان انت عايز تتاكد من انه الليفل اوف اكاديميك اتشيفمنتس
معناه هنا الجارنتي برضو عايز اتاكد انه هو اكاديميكلي اتشيفد. ممكن هناك يكون بشكل عام في الثانوي في المعهد في السي بي دي في كده، لكن في الهاير اديوكيشن انا عايز اتاكد انه الجراديويت ده كومبيتنت، وعايز اتاكد انك انت هتخرج الجراديويت الليله وبكره وبعده بنفس الكواليتي. يعني الليله ما يكون عندك 14 هي تدريس وبكره يكون عندك 4 maintained. لا بالعكس، انا عايز المره دي 4 وبكره القاهم 8 وبعد بكره القاهم 16 وبعد بكره القاهم 24 عشان اتاكد انه يس اعضاء التدريس اللي عندك الان هم امبروفد. عايز اعضاء التدريس الموجودين عندك الان محاضرين 3 بكره القاهم بيجوا اسوشيت واسيستنت وخشوا بدلهم تيتشنج اسيستنت. اذا عايز اضمن الامبروفمنت بتاعتك موجوده في شكل او باخر. طيب دي اكتيفيتي مع بعض، think bear and share. كيف انا اتاكد انه العمليه التعليميه في الكليه كويسه؟ يعني اتاكد انه العمليه التعليميه دي ماشيه بشكل كويس. نحن عرفنا عباره عن هي مقررات ونشاطات، نتاكد من تطبيقها. شنو هي شكل البروسيس؟ نحن عايزين كل اثنين مع بعض يوروني البروسيس بتاع دخول الطالب وخروجه. يلا مع بعضينا كده think bear and share. يلا طيب عايزين شنو هي العمليه، وصف للعمليه التعليميه اللي هي should be maintained to achieve academic standards. يعني عايزين وصف للعمليه التعليميه عشان نقدر نعمل لها شنو، نعمل لها achievements، نعمل لها تقعد standards. يعني عايزين وصفكم انتم للعملية التعليمية. يعني ما هي مكونات العملية التعليمية لخريج الطب؟ should be should be تمام ممتاز. خلونا نشتغل مع بعض. كل اثنين مع بعض. انا مثلا واحد جاي ثانويه هندسيه كيف خش انا الفريق؟ الريكويرمنت ساعه الانتري. تمام ممتاز. اذا شكل الانبوتس تمام ممتاز. تمام ممتاز. طيب لما نجي نحول الموضوع لانبوت وبروسيسنج ان اوتبوت حيبقى الموضوع كلير. انت الان اتكلمت على الانبوتس انه انا عايز شكل الانبوتس تعطي للطالب كذا. نبدا من وين؟ ممتاز ممتاز. كده فعلا حتضمن انه انت بتقدر تعمل ستريمينج لكل الاشياء، لانه الان موضوع الموراليتي والكوميتمنت في الاند ريزلت هنا انا عايزه بروفيشنال. اذا هو عنده اي مشكله مورال ولا عنده مشكله بتاعت اثكس، معناه من الانترنس هناك انا لازم اتاكد من الموضوع هذا. بس ليك يعني انا حسبت البدني مثلا باقي الدفعات كلها مثلا مؤسسه بتفتح الدفعات الاولى، كيف تتاكد انه كل شيء كويس؟ الانبوتس، اتاكد ان الانبوتس ساعات كويس. عدم المجاملة في درجات عدم المجاملة في المعاينات عدم المجاملة في الكشف الطبي والتفاصيل والحاجات. طيب انبوتس، طيب الانبوتس هذه لازم احكم الان اوتوماتيكلي بشنو؟ بالاوتبوتس. انا عايزه كويس تمام. هنا شنو شكل المواصفات واحكمها طوالي معاي بما يسمى بالبايلوز، لائحة القبول والتسجيل، مواصفات الطالب قبل قبول الطب. تمام ده الانبوت الاول كان غالبيته الطالب. طيب عشان يكون عندي اوتبوت كويس شنو المفروض يكون غير الطالب موجود معه؟ الانستيتيوشن نفسه الانستيتيوت التيتشر البروجرام سبيسيفيكيشن والكورس سبيسيفيكيشنز
place. البليس جزء من الانستيتيوت والانفايرمنت. السيلبس ممتاز. إذن شكل شكل ممتاز. الريسورسز التقييم دي كلها الآن بقت عندي عبارة عن inputs. محتاج أخليها تشتغل مع بعض. تمام؟ محتاج أخليها تبقى شنو؟ تخدم مع بعض. لما تخدم مع بعض بيحكم عليه ما يسمى بالquality management system. إذا هي الأوتبوتس موجودة عندي هنا الكاستمر ساتسفاكشن اللي هو بالنسبة لي الآن الريكوايرمنتس اللي هو كومبيتنت دكتورز، أجي هنا أشوف الكاستمر ريكوايرمنتس بتاعتي اللي هي الإنبوتس بتاعتي وتفاصيلها بشكل أو بآخر. لما نجي نعمل لها بروسيسنج حتظهر لي المكونات وتبدأ تتقسم، إنه هي عبارة عن ريسورسز، الريسورس المختلفة سواء كانت أساتذة، سواء كانت مباني، سواء كانت قاعات، سواء كانت معامل، سواء كانت مستشفيات التدريب، سواء كانت مواقع في المجتمع، الطلاب في حد ذاتهم. آه ممتاز. إذن الآن هم دي resource should be managed بشكل كويس. طيب how the customer requirement تمام. طيب. فتح الله عليك. لكن لو حصلت الطالب هو واحد customer الطالب أيس. حتى الكواليتي في الجامعة في خدماتها وريد. ممتاز. لازم هو لما نجي نتكلم عن الريسورس هو عايز فاسيليتي كويسه، عايز كرسي مريح، عايز اضاءه وتكييف، عايز يس الهيدر ريكويرمنتس اللي انت حققتها في ريكويرمنتس مساحات خضراء، باركينج، ترفيه، غير من الاشياء. اذا الان هنا بالنسبه لي الكاستمرز بالاس حتكون، لانه عندي الكوميونتي كاستمر، عندي المستشفى كاستمر، عندي وزارة الصحة كاستمر، عندي جامعة في حد ذاتها كاستمر، عايزة أساتذة، عايزة أعضاء تدريس، عندي أولياء الأمور كاستمرز، الطالب في حد ذاته كاستمر. إذن الباكج دي كلها مع بعض الستيتمنت الأساسية المتفقين عليها اللي اتفقنا عليها نحن قبل، هم عايزين شنو؟ كومبيتنت سيف دكتور. دي نمبر 1. نمبر 2 بعد شكل البروسيس هاو ذي ار مانجينج، حنلقى انه الاختلافات بتجي في المانجمنت المختلفه. شنو دور اداره الجامعه؟ شنو دور عضو هيئه التدريس؟ شنو دور الاستاف المساعد؟ مانجمنت ريسبونسبيلتيز. اذا الان السكيورتي عنده دور في الجامعه، النظافه عندها دور في الجامعه، الشؤون الاداريه عندها دور في الجامعه، الاعلام والتوثيق عنده دور في الجامعه، التدريب كإدارة عنده دور في الجامعة، الدراسة والامتحانات عنده دور في الجامعة، عضو هيئة التدريس عنده دور في الجامعة، الطالب عنده دور. إذا تمام how you are going to manage. ممتاز. أثناء المانجمنت حيبقى عندنا التطبيق بتاع تيرولوجيز مختلفة، لازم يكون عندي measurement و analysis و improvement every now and then. quality measurement تكون quality control. Yes. حيبقى عندي الموضوع الأخير هو البرودكت رياليزيشنز. بقى عندي خريج حيطلع بشكل بتاع دكتور. أنت الآن بتعمل آخر خطوة، بتعمل ثلاثة حي، بتعمل امتحانات شوية أقوى، أوسكي بلا، وبتعمل امتياز، لأنك عايز تأشور إن البرودكت بتاعك لما يطلع للكوميونتي أوف ستاندردز، يعني هو مطابق للمواصفات اللي انت خدتيها او خدتها لك المجتمع او الطالب ولي امر الطالب او لو طالباها وزاره التعليم او طالب مركز ضمان الجوده او طالب ال WFME او طالب ال ECFMG. انت عايز تطلع الطالب بتاعك يحقق الساتسفاكشنز لكل الديفرنت موديل. طيب نقرب النموذج الانبوت بروسيسنج اوت بوت بالنموذج اللي احنا بنخدم به في عياداتنا. طيب نحن في العيادات شغالين انبوت بروسيسنج اوت بوت. كيف يا خباب؟ تمام. نحن عندنا شخص اسمه دونوبيديان عمل لنا نموذج، قال عندي حاجه اسمها الموديل اوف كير، نموذج الرعايه الصحيه بالانبوت بروسيسنج اند اوتبوت. قال الانبوت عباره عن اناتومي، هذا اسمه الاناتومي، قال ده الاستراكشر. عشان انت تقدم رعايه صحيه محتاج ستاف وديفرنت ديبارتمنتس مختلفه، محتاج اكويبمنتس، محتاج سبلايز، محتاج انفايرمنت. اذا مستشفى عندها امداد، فيها معينات، عندك استاف معاون عشان يقدم عمليه
الرعايه الصحيه. طيب كيف بنقدم الرعايه الصحيه نحن اثناء العمليه؟ اثناء كعمليه عندنا باثوي، لو جانا الطوارئ بنوديه سواء ريد زون يلو زون او بنوديه كريتيكال او حسب مسار. جاء تروما حيمشي الثياتر، جاء كوماتوز حيمشي الاي سي يو، جاء كولد كيسز حيمشي الاوت بيشن. طيب في الاوت بيشن ذاته حنلقى والله انه هو ماشي لكارديولوجي ولا ماشي ل جي اي تي ولا ماشي للاندوكرينولوجي، بعد اكوردنج حنعالجه حسب البروتوكولات الموجوده في الباثوي اللي هو ماشي فيه. بنعالج من غير بروتوكول نحن وبنعالج بروتوكول. تمام، البروتوكول ده معتمد على فيزيشن، ادي فيزيشن اوردر البيشن فلاني كتب له 1 2 3 4 دي البلان. نحن البلان ده حينفذه منه؟ حينفذه النيرس، عندي نيرسين كير. تمام، وبالتالي عندي خدمات مساعده، عندي هاوس كيبنج، عندي ترانسبورتيشن، عندي امبلانس، عندي انفكشن كنترول، عندي عمليات مساعده جدا تحقق لي البروسيس اوف كير. طيب الغرض شنو من البروسيس اوف كير والموضوع ده كله؟ الاوتكم اللي هو شنو؟ صحه البيشنت. طيب نحن الموضوع معقد شويه عندنا زياده في الطب، نحن عايزين تو افويد السكس ديز. صح، الان انت بتكون يس والله يا اخي يو ار لوكينج فورورد انه العيان يكون احسن، لكن يو ار داكين كير انه ما يحصل لك اي واحده من السكس ديز. لو جايك في تروما من الترانسبورتيشن بتكون حريص يا اخواننا، بليز الترانسبورتيشن ده عنده بروتوكول لانه ممكن يكون حاصل له كسر في السباين، فلازم يتحرك تشال بشكل معين، ده كله عشان تو افويد الديسابيلتيز. جاك المستشفى انت حريص انه ما يحصل له كروس انفكشن، فانت داير تو افويد الهوسبيتال اكوايرد انفكشن. بنفس الكومبلكسيتي دي انت عايز تعلم الطالب كل الكلام في منهج، في بيئه، في وجود اعطاها تدريس، في وجود بس الان انت لما تعالج البروسيس دي وترجع تلقى نفسك انت يو ار دوينج ا فيري هكتيك ورك، وعايز الطالب يجي يخش لك في نفس السيستم ده، وبحيث انه تو افويد السكس ديز، بحيث انه يكون سيف دكتورز ما يتاثر. فذاتس واي نحن موضوع الكواليتي في العمليه التعليميه اتس فيري امبورتنت، وفي الطب وفي التخصصات الطبيه ماتش مور 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 امبورتنت، لانه بيتكلم على حياه على حياة مرضى. أنا حقيقة أنا بدرسه في الأفيدنس بيز ميديسن، بدرسه في الترانزيشن من البيزك للميديكال، لأنه هو ماشي الآن على كلينيكال براكتس، عنده بيزك نوليدج، ماشي على كلينيكال براكتس، المفروض يكون فاهم أتليست إنه هو المفروض ما يحقق لي واحدة من ده. يكون فاهم انه هو العلاج ده ماشي حسب بروتوكولز، ما جنجل ميديسن. مفيش جنجل ميديسن. اللي هو ما تحمل العيان فوق طاقته. يعني الفكره اذا انت بتقدر تحسم الموضوع بجلوكوز، ما تقول له يا اخي عايز جلوكوز وعايز ار اف تي وعايز ليفر فانكشن تيست. اللي هو ده يخش معاك على هيلث ايكونومكس، انه والله انت بتحمل عيان بيردن. ايوه، فاكوردنجلي انت تقدر تمشي مع الموضوع بشكل كويس. في الجراحه موضوع الديسابيلتي وموضوع الديزيز هتلقى انه في بعض الاكشنز تساعدك. اذا في البلاننج حتكون شغال على تو بوينت، حتشوف الريكويرمنت بتاعتك، انت عايز انك ما تحقق واحده من دي سمبلي، يعني ما العيان ما يموت، ما يقعد يتكسر في المستشفى. ناخذ انه مثلا اللي هو افويد انه يقعد كسر في المستشفى دي، فلما تجي في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الانفايرمنت وفي الايكوبمنت وفي السبلاي حتخلي انه الارضيه بتكون سيراميك خشن ما سيراميك ناعم. انا هذه في المرحله بتاعت البناء، اتخلصنا من البناء عايزين نجيب الايكوبمنت، لما تجي تجيب الـ 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 تعمل الفاينل حتعمل الهاند سبورت الموجود في الـ في الـ في, الـ في الساس، لما تجي تصمم الحمام حتصمم الحمام بحيث انه يكون فيه التو سايد يقدر العيان يتحكم فيهم ويطلع فيهم بشكل او باخر. فاذا في البلاننج فيز حتخش في كل التفاصيل، حتخش في التفاصيل بتاعت المباني وتطويرها تمام، حتخش في تفاصيل البروتوكول.
انا الان مركز سكري مركز متخصص في علاج السكري، معناه المفروض يكون عندي اب تو ديت بروتوكولز موجوده وكل الاستاف مدربين عليها. لو جاهم بيشنت كوماتوز حيتعاملوا معاه كيف، الاوت بيشنت حيتعاملوا معاه كيف، تفاصيل. النيرسينج كير بلان عندي شارت واضح لكل العيانين الموجود على انسولين، الموجود على منظم، الموجود على كده، اللي عندي ان بيشنت اوت بيشنت، النيرسينج كير يكون بالنسبه لك فيري كلير. فدي كلها موجوده في مرحله البلاننج، انت يو بلان شكل الموضوع بتاعك. الكنترول هيجي معك بيزيكلي في البروسيس. الشارت ده لازم يتمل، هتدرب الناس على انه يملوا الشارت، هتدرب الناس على انه يدوا حقنه الانسولين صح، هتدرب الناس على انه تديكيت البيشن صح، هتدرب المعمل انه يعمل التست بصوره كويسه عشان اي ديسكريبنسيز في الريزلتس هتخليك تغير الدوز. في each step هتيجي تفكر في how you are going to control, measure, and analyze. Why? To improve the customer satisfaction, to improve الشكل بتاع التفاصيل. هتبدأ في الخدمة بتاعة exceeding customer satisfaction. هتخد خدمة إرسال رسالة إلى المريض تذكير بمواعيده كل 3 شهور. تمشي further تقول نحن عايزين نجهز home care team، لأن العيانين قالوا ما كل العيانين بيقدر يجوا، في عيانين older، في عيانين disabilities، نرسل التيم فيه nurse وجي بي ياخذوا الفايتر ساينس وياخذوا البرايمري تيست ويجيبوها يناقشوها مع الكونسلتنت ويرسلوا الريبورت لها. كل مره حتلقى نفسك بتزيد من الليفل اوف كواليتي اوف يور سيرفيس، بحيث انك تتحقق الساتسفاكشن ليور كاستمر. ده على مستوى الكير. لما نجي نطبق الموضوع ده، لو اخذنا الان النموذج بتاعنا بتاع التايبيتس، لو اخذناه هنطبقه كعمليه تعليميه، انا عايز الطالب يطلع بيعرف تايبيتس. In addition to عنده القدرة على إنه يتطور في معرفة الدايبيتس lifelong learning، عارف إنه في فيدرالية عالمية للسكر يحصل منها على ريسورس، عارف إنه في الـ NCVI يقدر يكتب دايبيتس تجيه الأبديتس، عارف إنه الدايبيتس عنده علاقة بالأوبثالما، لو هو عايز مصدر للمعلومة ده يخش للمجلة بتاعت الأوبثالما يلقى articles عن شنو، عن العلاقة بالتفاصيل. فإذا أنت هتشيل كل البروتوكول بتاعك بتاع العلاج هتحوله إلى عملية تعليمية. وهنا الكومبليكيشنز، شوف نحن عندنا كم مرض لو أخذناه ديزيز بيزد، عندنا كم أورجن لو أخذناه أورجن بيزد، عندنا كم سيستم لو أخذناه سيستم بيزد، عندنا كم ديسيبلين لو أخذناه ديسيبلين بيزد. يس، لو أخذنا الباثويز المختلفة. طيب الآن ميديسن، الان المدرسه عنده سب سبيشاليتي الاندوكراين، بشوف انه ما اقل من الجي اي تي والجي اي تي، بشوف انه اقل من النيورولوجي والنيورولوجي، بشوف انه اقل من النيفرولوجي والنيفرولوجي، بشوف نفسه اقل من كذا. النقاش قبل فتره اورثوبيديك وسيرجري، ما زمان سيرجري بس الان بقى في اورثوبيديك وسيرجري. الاورثوبيديك الان لما تيجي تتكلم معاه بقول لك والله سوري انا تروما واورثوبيديك، بتاع التروما ذاته بعد شيء يقول لك والله يا اخي انا هاند سيرجن هنا بس فوت ان انكل سباين اورثوبيديك اونكولوجي. طيب يعني شنو بروسس، يعني شنو عمليه سبسكشن او ستيبس تيكن ان اوردر تو اتشيف ا بارتيكولر اند. تمام، عايز تشرب المويه سمبلي حتمسك حتفتح حتشرب. تمام، 1 2 3. عايز تعمل شاي هتجيب المويه هتسخنها، عايز تطلع من هنا هتقوم من الكرسي تصبي تفتح الباب تطلع تعد. طب اذا عندنا بارتيكولر اند نحن عايزين نحصلها. طيب شنو العمليات التعليميه؟ هي ستيبس عشان شنو؟ اهم تو بلاير فيها هم التيتشر والليرنر او الستودنت. تمام ممتاز، خلاص عارفين الموضوع ده. طيب البروسيس دي عباره عن كونتينيوس سايكل، يعني endless process يا خباب، endless process. لأنه أنت قلت at least عايز الليرنر ده lifelong learner at least. تمام، طيب إذا هي systematic sequential logical significant based planned course action consists of two major independent هي teaching and learning. طيب في فرق بين teaching and learning؟ ممتاز. اذا العمليه بتاعت انك تدي المعلومه يور تيتش، لكن انه هو يتعلم
انه يقبل المعلومه دي وترسخ في ذهنه، تمام. طيب استفيد بها فيردر. نحن في الطب عموما الموضوع فيردر ده انها ترخص تكون موجوده في ذهنه، لا نحن عايزين الموضوع يطلع من نوليدج لسايكوموتر سكيل عشان يدونا اتيتيود. انت عايز يعمل سوتشر، البرفورمانس بتاع السوتشر ده انت اوتوماتيكلي وريته انه المفروض الانجل والبتاع ويا تو مقص يستخدم اوكي تمام. طيب هاو تو براكتس انه يحول النولج دي لسكيلز، يتحول من 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 سايكومو من من راسه من نولج تتحول لسايكوموتر سكيلز. الموضوع شويه فيه زياده انه كيف يقيس البولس، هيمسك كده ولا هيمسك كده ولا تمام. انه لاي الموضوع ده المفروض تشو امباثي وسمباثي، يعني انت المفروض تكون مع العيان الى ليميت معين، يس يو ار كيرينج بشكل كويس تمام ممتاز، لكن ما تنهار مع العيان. سكيلز الكوميونيكيشن سكيلز المفروض يكون عندك اي كونتاكتس مع العيان، ها بتاع 200 تو تاتش العيان 200 نوت. لا العيان لازم يكون معه مرافق ولا العيان لازم يكون تفاصيل فيري تايني من النولج تتحول لبراكتسز ومربوطه بكوميونتي فاليوز ومربوطه باثكس مربوطه بروفيشناليزم مربوطه باتيتيود مربوطه باخلاقه هو. وانا عايز اطلع فاذا هي بروسيس ا ليتل بيت كومبليكيتد وماشي بشكل. طيب عموما البروسيس احنا عرفناها قلنا انبوت بروسيسنج اند اوت بوت بتديني الشكل العام للسيستم تمام. الليفل الموجود الان في الصوره اللي قدامنا هنا عشان توريني انه الموضوع ده موجود على سيستم ليفل نظام. النظام ممكن يكون نظام الدوله، نظام التعليم العالي في ليبيا، الجامعه لازم الطب يكون 5 أو 6 سنوات، ها 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 تمام شكل المواصفات سيستم ليفل. نجي فيرذر انستتيوشنال ليفل، الجامعه لازم عشان تكون عندها كليه طب لازم يكون عندها عدد من القاعات، عدد من المعامل، عدد من اعضاء تدريس، لازم يكون عندها منهج في بروجرام ليفل، منهج بشكل واضح موضح كل الكورسات كل الكفايات كل الجدارات. التحقق لي الاوتبوت الاوتكم وظهرت معي كلمه اخرى اللي هي الامباكت، اثر الجامعه او اثر البرنامج على المجتمع. هل البرنامج حسن صحه المجتمع؟ ما انت قبل يا دكتور كنت تتكلم عن ساتسفاكشن تمام ممتاز. في التعليم حيخش معاك الامباكت في الكواليتي، لازم شنو اثر البرنامج على المجتمع. هل البرنامج ده كان اضافه، برنامج الطب في الليمو كان اضافه للمجتمع بنغازي ومجتمع المنطقه الشرقيه ومجتمع ليبيا والاقليم والعالم؟ طيب للعالم دي ممكن تقول لي والله يا اخي كيف اقيسها، اقول لك سمبلي وريني الديستريبيوشن بتاع الجراديوس بتاع عندك، وريني الان شغالين في اي مكان، وريني وصلوا اي ليفل، اتخصص منهم كم حد، استاذ سبيشلايز كم تمام. ده مؤشر يساعدنا على الامباكت. لا ما هي الان انا لما اقول لك تقول لي شغال في كندا مثلا، هذا هو يشتغل انا عندي كليه ثانيه ومتقرر يشتغلوا ممتاز تو ويتش ليفل. بيبدا نحن نفتش في الاضافه، هل هم سبيشلايزد ولا موجودين زي ولا زي الباقين؟ هل فتحوا مواقع تقديم خدمه جديده او في معايير ولا حاجه فيها موجود؟ حتلقى لانه كله 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 بارت بتقدر تمشي فيه. لو مسكنا الاس دي جيز حتلقى الهيلث فور اول التغطيه اللي هي الرعايه الصحيه الشامله انه هم لا موجودين على مستوى الرعايه الصحيه ولا لا؟ هل فتحوا عيادات جديده؟ هل فتحوا وظائف جديده مع الدوله؟ هل فتحوا مناطق جديده قدموا الخدمه في منطقه غير موجوده؟ هل انت كجامعه مشيت منطقه جديده قدمت فيها الخدمه بحيث انه يكون خدمه وتدريب لك؟ ده ما اوتكم. نحن الان نمشي 3-4 مثلا 10 كيلو برا بنغازي في منطقه ما فيها عياده. نحن الان كجامعه ككليه الطب فتحنا عياده هناك مره في الاسبوع. امباكت حتاثر على صحه المجتمع، قوافل طبية. أيوة. هي خدمة مجتمعية لكن الفكرة فيها الديمومة. والفكرة في الكل لما نجي نتكلم على الطب وخدمة مجتمعية لازم نتكلم عن أن هي مسؤولية مجتمعية أكثر من خدمة مجتمعية. Socially accountable. شوف الكلية الطب
لازم يكون عندها social accountability. In a very easy way. أنت بتتعلم في منو أصلاً؟ كده خلينا نزال السؤال. أنت بتتعلم في منو؟ أنت كطالب طب. تعلم في الكوميونتي. أخدم الكوميونتي. Full stop. And here one plus one equal two. خذوا هذا. هتعلم فينا نحن؟ تمام. عالجنا نحن. قدم لنا خدمة نحن. ده البيزك برينسيبل. بعدك ممكن تمشي فيردر انه انت عايز تحسن المجتمع وتحسن الدخل القومي والناتج القومي و هتلقى انه في عدد من المودلز وعدد من الاشكال بالتفاصيل. تخبر بعد ذكرت انت قصه من بدايه حديثنا اللي هي الانتليجنس حدود الشرف. ايوه الشرف. يعني شفت انت السيستم اللي ماشيين به مثلا جفرمنت الاعداد كبيره ما فيش مقابله ما فيش كذا ما فيش وبعدين هالاعداد المجتمع الموضوع هذا يعني لازم ما يعيش بطريقه هذه. ممتاز. لحسن الحظ كلامك جاي معنا. لاحظ الان في الاوت بوت بتاعتنا اخر اوت بوت عايزين كرييتيف وانوفاتيف كانديديتس. يعني ما هو لايف لونج ليرنينج صح؟ وانا عايز عندي القدره على الابتكار والابداع. يعني الاعداد الكبيره حتقلل لي فرصه انه يكون مفيش ابتكار وابداع، فبالتالي حيكون عندي هنا في الانبوتس شكل الاكتيفيتيز اللي بتخليه هو انوفيتيف هو كرييتيف. حدرسه المالتي كلتشرال بارت، حديه انتربرينورال سكيلز، حديه ليدرشيب، ده غير الكلينيكال بارت، عشان يطلع لي باشياء تساعد الكوميونتي بشكل او باخر وتساعد في عمليه الابتكار والتطوير. ونجي نشوف نموذج اخر يتكلم عن انه لا يس انا عندي اشخاص وعندي مناهج وعندي في النهايه عايز اطلع، لكن لازم يكون في فيدباك عشان انا احسن بيها من العمليه التعليميه بشكل او باخر. نجي لنموذج اخر انبوت بروسيسنج اند اوتبوت. حلقينا هنا الانبوت موجود عندي طلاب جاهلين بالطب عايز اطلعهم يفهموا في الطب. ده في مايل للطب، لكن بصوره عامه هم الليترت كانديدتس عايز تطلعهم تخليهم هم الليترت بشكل او اخر. في النهايه حتلقى انه عندك بروفيشنال رايتنج ماب لاب لاب، كل مره حتلقى انه كل بروسيس ممكن تعمل لها ديفينيشن بشكل او باخر، ويبقى ده الشكل العام بتاعك لاي بروسيس. بدايه ونهايه. البدايه عباره عن ريكويرمنتس، حتلف 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 في ديفرنت ستيبس في ديفرنت تاسك في ديفرنت بارت في ديفرنت عشان تديني شنو؟ تديني اوت. بيبقى ده جنرال فريم ورك. انا عايز طالب كويس، عايز انبوت كويسه، عايز بروسيس مانج بشكل او باخر. ممتاز. بما يتماشى مع اهداف التنميه المستدامه، لان الان بتديك جايدنس ممتاز جدا. يعني انت لما تسمع جامعه تقول لك لايف لونج ليرنينج، انت حتحس انه لو انت ما عارف ان الموضوع ده اصلا توجه عالمي، حتحس انه الجامعه دي سوبر هوبر كوبر. لا لا، دي ريكويرمنتس، العالم عايز الناس تتعلم مدى الحياه. خلاص ممتاز جدا. طيب اذا في التعليم بتظهر لي تعريفات مره اخرى للجوده. تمام. الموضوع ده عنده فاليو اوف ماني في البرايفت سيكتور. انا بدفع 100,000 دينار عشان اطلع طالب طب، انا كولي امر عايز اشوف القيمه بتاعتي دي في التخريج بتاعكم. ديفينيشن، هل بتدرسوا لي تدريس كويس؟ تمام. لانه في جامعه اخرى بتدرس لي مجان، في جامعه بتدرس لي ب 50. طيب الديفينيشن اللي بعدها اللي هي كواليتي بيربوس، تيتشينج اند ريسيرش از ذا بيربوس اوف كيس اوف ايديوكيشنال انستتيوشن. الموضوع بدا يخش في ريسيرش، ستيتمنت جديده. الريسيرش جزء من العمليه التعليميه، انا عايز اطلع ريسيرشر. ما هو سيف دكتور ده عنده القدره على انه يكتب وينشر ويعمل اشياء اخرى. كواليتي از ترانسفورمينج فورس. الجوده في التعليم هي عباره عن ترانسفورمينج فورس، هي قوه تغيير وتطوير وتحسين. الترانسفورميشن دائما اول ما تجي صوره الترانسفورميشن تذكر شكل الفراشه اللي هي بيضه يرقه فبتتطور. فالترانسفورميشن احنا عايزين طالب عنده القدره على تطوير البيئه كما تتطور هذه الفراشه.
فبالتالي لازم يكون عنده استيعاب للرؤية بتاعت المؤسسة ورؤية العالم والWHO، يكون فاهم من الموضوع ده بشكل آخر. التيتشر ذاته لازم يكون فاهم الكونسبتس بتاعت teaching and learning, active learning strategy. أنت قلت قبل الطريقة القديمة والطريقة الجديدة، معناها نحن الآن every single part من الـ inputs حنبدأ نخط له في quality measures. teacher أوكي، أستاذ مؤهل عنده شهادات يتم تعليمه وتدريبه ويكون مواكب لطرق التعليم الحديثة ومواكب للتقنية. طيب الآن في العالم كله chat GPT artificial intelligence، نحن حنخسر وظائفنا، صح؟ العالم كله طيب نحن الآن في الطب حنتأثر كيف حنتأثر؟ لأنه الارتفيشل انتليجنس حيقوم ببعض الأعمال. إذا أنت ما بتعرف تستخدم الارتفيشل انتليجنس كويس you'll be kicked out. معناها الأستاذ بتاعي لازم يكون عنده القدرة على استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي فيما يتماشى مع شنو؟ مع العملية التعليمية وتقديم العملية التعليمية والرعاية الصحية وغيرها من الأشياء. cycle. إذن العملية الـ educational process الموديل بتاعنا بتاع الدونابيديان عايزين نشوفه هنا. And this setting standards or defining expectations. Okay. ممتاز. الـ standards الموجودة عندي different standards. أنا في ليبيا عندي standard المركز الوطني لضمان الجودة. ده ليه؟ إذا أنت عايز تكون عندك program طيب دي requirements هنشوفه بعد شوي. تمام. عايز اضافه مني، انا عايز الطالب ده يكون عنده كوميونيكيشن سكيلز كويسه و و و تمام ممتاز. اضيف انا الاكسبكتيشنز بتاعتي حسب الطالب، ابدا اطبق في الستاندردز وكل مره اقيس هل عندي بيئه تعليميه كويسه. تمام، عندي بيئه تعليميه. هل عدد الطلاب متماشي مع عدد اعضاء التدريس؟ متماشي. هل عدد الحالات اللي بشوف الطالب تتماشى مع انه هو يحقق الجداره في السكيلز المعينه؟ متماشي. حصل لي دروب في مكان معين، محتاج مع دكتور حسن، محتاج سيرجون اخر عشان يكون العدد في الديبارتمنت بتاع السيرجري تكفي شنو تدريس الطلاب ان كونفينينت واي، لانه احنا بنتكلم على اكتيف تيتشنج، معناه العدد المفروض ما يكون اكثر من 25 طالب في السيشن عشان يقدر هم يكونوا قادرين شنو يتعاونوا بشكل كويس. البروبلم بيز ليرنينج، الكيسز اللي بالمعموله دي، الكيسز دي والله ويل اورجنايز كيسز وبتغطي الموضوع بشكل كويس ومغطي لي الجانب بتاع السيرجري والمديسن في الكيس. تمام، نراجع الكيسز بتاعتنا ايفري ناو اند ذن. انا عندي كيس فيها سيرجري بتاعت هيباتوبيلياري وخش لي فجاه فيها البيشنت كان دايبيتيك، ما هي بروبلم. انا عايز اشوف الاوبجكتيف بتاعت المديسن هنا ظاهره والاوبجكتيف بتاعت السيرجري هنا ظاهره، والطالب ده حيقدر يربط لي لقدام. اذا هنا بتجدج محتاجين نغير الكيس ولا الكيس دي كويسه نحسن فيها ونمشي فيها لقدام. يس يس، تقييم لافري سنجل ستيب في البروسيس. ما البروسيس بتاعت البروبلم بيز ليرنينج دي مثلا في اربع ستيبس. الستيب الاولى بتجهز السيناريو، بتجهز الاوبجكتيف بتاعت السيناريو، بعدك تكتب السيناريو، بعدك تدي الطلاب السيناريو، يحصل الديبريفنج وتقيم. طيب الان انا عايز اتاكد انه السيناريو ده محقق لي الاوبجكتيفز. السيناريو ده موجود في البيزك ميديكال ساينس فيز قبل سنتين. هل دكتور هيثم الاوبجكتيف ده محتاجه بعد 3 سنين في سنه رابعه او سنه خامسه؟ ولا حيضطر يعيد الاوبجكتيفز بشكل ثاني؟ فبالتالي اذا نحن محتاجين نتاكد انه الموضوع ده كله ماشي بشكل سيكونشال وستيب وايز ابروتش امبروفينج. لقينا في جاب نحسن. طب الكيس ده خلاص يا اخوانا بقت اوبسليت، ما عندنا التي بي ده انتهى، ما عندنا التي بي، ما تركزوا على التي بي. خلاص والله يا اخي بولي خلاص تمام اوكي. لا والله يا اخي الان ركزوا لنا على موضوع الريسبيراتوري شويه، لانه التحسين للعالم الان دي الكيسز النيو كيسز ماشي. ركزوا لنا على التكنولوجي حبه، اضيفوا لنا محاضره اوبجكتيفز بتاع روبوتك سيرجري، اضيفوا لنا محاضره بتاعت انسولين بومب، خطوها لنا في الفيزيكس عشان ما نضيع وقت هنا. انه البمب دي هتحتاجها انت بعدين، وهو البمبنج والتكنولوجي بتاعت البمب. ممتاز خلاص عارفين الموضوع ماشي معانا في اي شكل. تمام. فاذا دي الكواليتي اشورنس سايكل اللي بتحكم لي الايديوكيشنال سيستم، ولازم اكون فاهم انه الموضوع ده هو كل مره حيكون ماشي من شكل الى اخر.
اذا انت قبل حتعمل اسسمنت للاديوكيشنال نيدز، حتعمل ديزاين للكريكولم والبروجرام سبيسيفيكيشن والكورس سبيسيفيكيشنز والاوتكم والستاندرز، حتحط الريكويرمنت بتاعتك اللي انت عايز تعمل لها ميتنج، حتشوف الفيدباك بيجيبه من اعضاء التدريس، من الطلاب، من المجتمع، من وين حتاكد انه انت فعلا كلامك اللي انت عامله هنا ده صح بشكل او باخر. حتشيل الفيدباك دي تعمل لها تطبيق يوزر فيدباك تو موديفاي البروجرام في التيتشنج والليرنينج اند اسسمنت ابروتشز. طيب الان الطلاب قال لي اخي البروبلم بيز ده احنا حاسين انه ما بحق لي الاوبجكتيفز، عايزين تيم بيز ليرنينج. قررنا ان التيم بيز ليرنينج مع ان احنا كطلاب حاسين انه ده افضل لنا. انت عملت اسسمنت لقيت انه فعلا الليفل اوف اكويرينج النولج بالتيم بيز ليرنينج احسن من البروبلم بيز ليرنينج، خلاص نغير النسبه من 50% 50% نخلي هنا 40 30 ونقيس بعد فتره ثانيه. ما يبقى الموضوع انه يا اخي انا بقيم والريزلتس موجوده قاعده شنو؟ موجوده عند الريزلتس في 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 الدولاب يعني. تمام. والموديل اللي هي شغاله به لندن تريتري في البوست جراديت ميديكال لندن دينري، ده الموديل اللي بتقيم به البوست جراديت بروجرام بتاعه كله فتره. طيب نجي ان دبث نشوف السيستم ده موجود على ويتش ليفل. نحن الان في الجامعه ونحن اعضاء تدريس. تمام. الموضوع ده موجود عندي على الانستتيوشنال ليفل والديبارتمنتال ليفل والكورس ليفل والموديول ليفل. ممكن ننزل فيرذر الاديوكيشنال اكتيفيتي ليفل، يعني الموديول ذات احنا بنقدمه شنو؟ لكشر ولا بورين بيز ولا كلينيكال سكيل لاب ولا براكتيكال ولا هوسبيتال بيزد. اذا ان افري سنجل ليفل انت حيكون عندك ميجرز تقدر تحكم بها، فبالتالي المعايير حتلقاها تغطي معاك العمليه التعليميه في الديفرنت ليفل. تيتشنج اند ليرنينج، تمام. التيتشنج اند ليرنينج كعمليه تعليم وتعلم وتدريس وهاد خد مع الطالب على مستوى الانستتيوشن، لازم الانستتيوشن يكون موفر مكان وكراسي، لا 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 تفي باعداد الطلاب، لانه انت هناك عندك حاجه اسمها السعه الاستيعابيه. السعه الاستيعابيه اذا دي قاعتي بتاعت الطب معناها حتشيل لي 1 2 3 4 20 طالب، ما حاقدر اشيل 21 طالب ما لم اضيف زياده شنو؟ كراسي. والكراسي ما بقدر اضيفها لانه التكييف ما بشيل اكثر من 25، لانه السبيس متر في متر، القاعده 20 متر حسب سبيس وايز حسب الهندسه قالوا اي طالب عايز مساحه متر في متر عشان هو يكون كونفينينت. بس السايكولوجي قال لك والله يا اخي الموضوع ده برضه عشان هم يتعاملوا ايديوكيشن سايكولوجي عشان يقدر يتواصل لازم يكون موجود في شكل كده. تمام. فاذا الانستتيوشنال ليفل تبدا تحدد شكل الريكويرمنتس بتاعتك او الستاندرد بتاعتك اللي انت يشد بيه مت. الان لو اي شخص فينا قبل ما نمشي لانه الموضوع مؤسسه ومركز ضمان جوده، لو قلت لك اكتب لي متطلبات العمليه التعليميه المفروض توفر المؤسسه، يو كان دو ذات صح؟ انت عايز تدرس سيرجري هنا في الكليه، اكتب لي مطلوب مننا شنو كمؤسسه نوفر لك كمؤسسه. هتقول لي عايز قاعه، عايز محل تدريب، عايز سكيل لاب، عايز منهج كويس، عايز سيفتي كويسه، عايز سوتشرز، عايز سبلاي معين، عايز في الليفل الثاني في الديبارتمنت هتقول لي عايز مكتب للديبارتمنت، عايز تيتشرز، عايز ادرب الاساتذه في الديبارتمنت على هاو تو تيتش سكيلز. تمام. سكيل لاب هتلقاه موجود في شكل كده. تطبيق الكورس هتقول لي في القاعه اللي ادتني لها انا هدرس لك الكورس ده، في السكيل لاب هدرس لك المحاضره دي، في الموديول ده هدرس لك كده. احنا الان اخذنا نموذج واحد، ممكن ناخذ بقيه الديبارتمنت او بقيه الكورسز او بقيه السبجكتس. الاطفال هيقول لك انا عايز نفس الحاجه، ما محتاج سكيل لاب كثير، ما محتاج، لا هيقول لك محتاج انه والله يخط علي في المستشفى مثلا. الكونسيبت بتاعه انها تكون موجوده قريبه من المستشفى. طيب نيجي نشوف البايلوز هتساعدنا هنا كيف. نقول نحن نكتب في البايلوز نحن عايزين اساتذه قارين في الاقسام الفلانيه عشان يساعدوني في كده ويكون عندهم اكسس للتريننج سايت فور اكزامبل مثلا. عايزكم تكتبوا لي قانون يضمن لي انه الاستاذ يكون اموره كويسه معي.
تعاملين وعقودات. إذن فإذا اللوائح بتاعتي مفروض تكون موجودة على مستوى الانستتيوشن بحيث أنها تضمن لي الغيالتي وتضمن لي استقرار أعضائها تدريس. يعني الآن اللي بيخلي دكتور مفتاح يجي من طبرق عشان يستقر في ليمو إنه والله يخلي العقد بتاعه في ليمو بيضمن له استقرار، دي أول حاجة. تمام، ممتاز، موافقين. نحن محتاجين كفاءة مفتاح في القسم زي ما أنت قلت، نحن محتاجينه. طيب نحن كجامعة حنوفر لك سبل الراحة يا دكتور مفتاح. تمام، ممتاز. طيب حنوفر لك الفاسيليتي اللي يشتغل بها مفتاح، قاعة، تواصل مع أعضاء تدريس، إيميل رسمي، وسيلة اتصال، سكرتارية، كل ما ده كله على مستوى عشان ايوه عشان الديبارتمنت يحصل لها فانكشن ديبارتمنت التدريب. عشان لما انت في قسم الباطنيه تقول له عندي ثلاثه تيوتر عايز اتعلمهم لي تيتشنج ليرنينج، يقول لك جدا ممتاز، تعال تيتشنج ليرنينج، عادل التواجد، تعال ادي لنا تيتشنج ليرنينج، خباب تعال اديهم محاضره بتاعت كوميونيكيشن سكيلز، هيثم تعال وريهم السيفتي بتاعت التعامل في المستشفى. نمشي لليفل اخر من من التعليم اللي هو الليرنر. قبيل تكلمتوا على مواصفاته ونجاحه من الثانوي وتفاصيله وحاجاته وكذا، ممتاز. لازم يكون عندي طالب بمواصفات كويسه جدا، عنده معرفه سابقه يبني عليها. يعني ما يجيني طالب ما فاهم بيولوجي من كيمستري، ما يجيني طالب ما بيعرف تكومنيكيت ان انجلش، ما يجيني طالب ما بيعرف يتعامل مع الكمبيوتر. سوري والله انا ما بقبل لكم ليرنر، بقبل الانفايرمنت. عايزكم تجهزوا لي كل الريكوايرمنت تحت الانفايرمنت، واهم ستيتمنت في الريكويرمنت سيف. في ستيتمنت ثاني جميله جدا، جندر سنسيتيف. جندر سنسيتيف فيري ايزي. كيف جندرها؟ والله في حمامات لا مؤاخذه للميل فيميل، في استراحه للميل، في استراحه للفيميل، في مسجد للميل، في مسجد للفيميل. الموضوع ده كريتيكال؟ يس اتس كريتيكال، ما دي هيومن نيدز، دي بيزك هيومن نيدز. كافتيريا كافتيريا اوكي تمام، محتاج صاله بتاعه العاب يغير فيها صاله بتاعه العاب. تمام، فنتليشن فنتليشن عنده علاقه بالسيفتي وعنده علاقه بكذا وعنده علاقه بكذا، اللايت عنده علاقه بكذا. تمام، طيب نمشي لدايمنشنز ثانيه اللي هي الكونتنت والبروسيسز والاوتكم. الكونتنت لايتش كورس لايتش موديول لايتش عندها ريكويرمنتس معينه موجوده، ولازم اكون فاهم انا يعني شنو اوبجكتيف، يعني شنو انتندد ليرنينج اوت كم، يعني شنو ليكتشر، يعني شنو توتوريال، يعني شنو براكتيكال سيشن، يعني شنو كلينيكال سيشن، يعني شنو سي بي سي ار. فاذا الكونتنت تحتك تتحدد على حسب السكيلز. انت عايز تديه بيزك سكيلز، هحدد اللي عايز تديه فيه بيزك سكيلز. عايز تتكلم على امراض معينه، على معارف معينه، هتحدد شكل الكونتنت بتاعتك بشكل او باخر. البروسيس بتاعك ويل مانج كلاس روم. ويل مانج كلاس روم ده معناها انا والله لازم الاستاذ بتاعيكم بيعرف كيف يدير الكلاس. اذا هو بيعرف اوكي، ما بيعرف نوريه هاو تو مانج ذا كلاس روم. الاوت كم حيكون واضح انك عندك نولج سكيلز اتيتيود عايز تحققهم ليور جراديوتس عشان يمشي يكون موجود في السوسايتي تو بارتيسيبيت بوزيتيفلي. تو بارتيسيبيت بوزيتيفلي دي نرجع للنموذج اللي قبل اللي هي الاوت كم والامباكت بتاعنا في الشكل. طيب هتلقى النماذج بتاعت الجوده ومعايير الجوده مختلفه جدا. اقرب معيار نحن بنعرفه اللي هو الجي ام سي جنرال ميديكال كونسل، خاتي معايير لابنه للاندر جراديويت والبوست جراديويت ميديكال اديوكيشن، بحيث انه يكون المعايير دي مستوفاه من كليات الطب اللي بتدرس في بريطانيا. ليه هو خاتي القصه؟ عشان لما نيجي يسجلك يسجلك انت سيف دكتور، يكون واثق تماما انه انت يو ار سيف، يو ار سيف دكتور. تمام، خاتي المعايير بشكل وأوريك الخطوات اللي هو كيف تطأ وكيف تسجل عنده، وكيف عشان تسجل عنده لازم تكون طالع من 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 كلية معينة، والكلية المعينة يكون عندها كواليتي اشورنس سيستم، وعندها كواليتي مانجمنت سيستم، وعندها كواليتي كنترول سيستم، عشان تتأكد انه انت ماشي بشكل كويس. طيب
لما نقول ستاندردز بس بصوره عامه لازم اكون فاهم الستاندردز ممكن تكون شنو requirements specifications guideline characteristics دي كدوكمنت موجوده مكتوبه عندي عايز قاعه اكتب انك انت عايز قاعه في شنو في الريكويرمنت بتاعتك عشان نجي في التشيك ليست في الكواليتي كنترول نعمل لك قاعه اكتب لك قاعه نمشي معك فردر نقول لك قاعه بتاخد كم طالب تقول لي 20 طالب اعمل لك تك تقول لي القاعه ال 20 طالب عايزه يو شيب تك عايزه جروب ستراكشر اعمل لك تك فاذا الريكويرمنت شود بي كلير طيب اكوردنجلي بعدين تكلمنا عن السبيسيفيكيشن للريكويرمنت صح قاعه طيب السبيسيفيكيشن راوند تيبل 10 طلاب اه تمام فردر جايد لاينز كيف تحجز القاعه سلمنا جدول اول السنه عشان نحن نحجز لك القاعه اول ثرو ذا اير عشان ما يكون عندك مشكله في القاعه اذا عندنا دليل ما عارف حجز القاعات ما تكون انت فاهم الموضوع بيتعامل باي شكل ممتاز خلاص اكدم الموضوع ده كله عشان يحقق لي شنو ان الماتيريال برودكت والبروسيسز فيت البيربز بتاعهم يعني ممكن يكون عندي قاعه محجوزه سنه كامله وما في حد خشها استفاد من القاعه عندي سكيل لاب جاي فيه مانيكن ب $7,000 ما في طالب يتدرب عليها ما حراجع معاك الريكويرمنت والسبيسيفيكيشن انت طلبتها طيب فاذا انت يو انشور ان الحياه دي كلها مع بعض بتشتغل السايكل دي في الانفايرمنت ليفل على الليرنر ليفل على الكونتنت ليفل كل حاجه هيتاكد انه هي مطبقه بشكل كويس طيب الستاندرز بروفايد اورجانيزيشن وذ اشيرد فيجن اندرستاندينج اند بروسيجرز اند فوكابولري نيد تو ميت الاكسبكتيشن فور ذير ستيك هولدرز لما نقول ستاندرز بشكل عام هي تديني الكومن فوكابولري كورس سبيسيفيكيشن لما نقول كورس سبيسيفيكيشن خلاص كورس الاندوكراين في الميديسن انا فاهم الاستراكشر بتاعي اذا ادتني شيرد شنو شيرد فوكابولري لما نقول عندنا برنامج تطوير على التدريس احنا فاهمين انه حيجي موضوع حنتناقشه مع بعض حيفيدنا عشان احنا نطور العمليه التعليميه ونطور الطالب ونطور نحن بالتالي نطور المؤسسه بتاعتنا عندي توثيق اكاديمي في اللائحه بتاعتي عندي اداره التوثيق الاكاديمي دي اداره توثيق متخصصه ما محتاج اعرف لانك انت اوريدي عارف انه في الفوكابولري انه دي اداره متخصصه في توثيق المحاضرات والانشطه الاكاديميه و تمام ادتني جزء قلت لي الساعه اللي بتحضرها في التدريب دي جزء من الساعات الاسبوعيه بتاعتك اذا انا عارف انه لما نجي ساعه هنا طورت فيه احسن مما ساعه مش اقعد في المكتب واكون بس جاي عشان تكوبل 1 اور ولا غيره من الاشياء تمام طيب الستاندردز اللي بيقوم بيفصل لي الموضوع بشكل كويس والان كل العالم شغال عليه في المجال الطبي هو الدبليو اف ام اي ستاندردز هي معايير التعليم الطبي الاساسي الدبليو اف ام اي اختصار للورلد فيدريشن فور ميديكال ايديوكيشن اللي هي الفدرائيه العالميه للتعليم الطبي تمام الفدرائيه العالميه دي مكونه من عدد من المؤسسات والمنظمات الدوليه المهتمه بالتعليم الدبليو اتش او الاي سي اف ام جي اللي هي المكتب المزول من امتحانات المعادله في ستيت تمام ممتاز طيب الدبليو اف ام اي عندها ثاني الفيمر مؤسسات تابعه عليها عند SFMG عندها الفيمر عندها دبليو اتش او وعندها الايف ام اس اي بتاع الطلاب الفدرائيه العالميه لاتحاد طلاب الطب ممثلين في البورد اوف دايركتور للدبليو اف ام اي طيب هم عندهم معايير للتعليم الطبي مقسمه الى بيزك ميديكال اديوكيشن بوست جراديت ميديكال اديوكيشن كونتينوس بروفيشنال ديفلوبمنت ماستر اوف هيلث بروفيشنال اديوكيشن والان دخلوا ديستانس ليرنينج معايير للتعليم عن بعد المعايير مقسمة على الدومين على 9 دومينز طيب نحن قبل تكلمنا عن انه عندنا انستتيوشنال ليفل والديبارتمنتال ليفل اوف كورس وعندنا بهناك تصنيف ثاني فيه انفايرمنت وفيه ليرنر وفيه كونتنت وفيه بروسيس ممتاز البيزك ميديكال اديوكيشن والبوست جراد ميديكال اديوكيشن كونتينوس بروفيشنال ديفلوبمنت
موجودين الثلاثة عندي في مقارنة هنا مقارنة معيارية. طيب قالوا أي كلية طب بتقدم طب أساسي أو بتقدم بوست جراديويت بروجرام أو بتقدم كونتينوس بروفيشنال ديفلوبمنت لازم يكون عندها فيجن وفاليوز ولازم يكون عندها ميشن وأوتكم، لازم يكون عندها ميشن وأوتكم. إذا عايز تدرب تدريب مهني مستمر أكتب لي يقول لي يا أخي أنا عايز أدرب تدريب مهني مستمر في كذا بحيث إنه يساعد في كذا، دي الرؤية بتاعتي ودي الرسالة بتاعتي ودي أهدافي وحياتي. تمام ممتاز. لازم يكون عندك كريكولم لو شغال بيزك ميديكال إديوكيشن ولازم يكون عندك تريننج بروسيس لو شغال بوست جراديويت تريننج. البوست جراديويت ما تريننج في المستشفى صح؟ هيمشي وهيكون اتاش للكلينيكال سوبرفايزر بتاعه وهيدرب هانسون وهيكون عنده راوند وموجود مورنينج ميتنج وكلينيكال راوند وكذا. المفروض يكون عنده تريننج بروسيس، هيدخل 200 تريننج هيمشي من مرحله الى مرحله. تمام. في الكونتينوس بروفيشنال ديفلوبمنت هيكون عندك ليرنينج ميثودز، كيف بتدرب الناس دي في كلينيكال سكيل براكتيكال ثيوري اونلاين فوكس جروب ديسكشن. ليرنينج ميثودز بتاعتك تكون واضحه. assessment في الاندرجراديت ميديكال ايديوكيشن لازم يكون عندك طريقه تدريس واضحه، طريقه تقييم للطلاب واضحه جدا. هنا لازم يكون عندك طريقه تقييم للمتدربين. شنو الفرق؟ هنا انت بتوديه من اولى ثانيه ثالثه رابعه خامسه امتياز حيطلع، هناك حتوديه R1 R2 R3 R4. هنا هو ستودنتس، هنا هو تريني، هو هنا انت عايز تو ماستر سكيلز معينه، فتقييمه بيكون كونتينوس موجود ببورتفوليو بلوك بوك بكده. لكن هنا عندك طرق امتحانات مختلفه، ام سي كيوز، رايتنج، بلا. هنا عايز تتكلم عن بلانينج ودوكيومنتيشن. السي بي دي ما شرط امتحنك، لكن بس لازم اتاكد انك حضرتها، لانك حديك سيرتيفيكت اوف اتندنس، واحده من انواع الشهادات. لا في كريكولم، لكن موجود ضمن التريننج بروسيس. وده لا 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 موجود. ما انت الان في التريننج بروسيس حتقول لي عندي محاضرات، عندي كلينيكال راوند، عندي سكيل لاب، عندي سيميوليشن، عندي فرذر نقطه جديده، عندي ميت كلينيكال ميتينجز، عندي كلينيكال اوديت. الان واحده من الريكويرمنت في البوست جراديويت. تمام. عندي جنرال كلب، دي كلها اكتيفيتيز موجوده في التريننج، في التريننج بروسيس. مواصفات الترينيز في البوست جراديويت هي ستودنتس. هنا في السي بي دي انديفيديوال دكتورز، انت عايز طبيب هتدربه في الجراحه هتجيبه بتاع جراحه، تفاصيل اشياء هنسيب الباقيين هنركز مع هنا. الاكاديميك ستاف بتاعي ايديوكيشنال ريسورس كواليتي اشورنس جوفرنس اند ادمنستريشن. اذا لازم يكون عندنا نظام بتاع حوكمه واداره موجود في الكليه، عندي عميد وعندي هيكل وظيفي وعندي مسؤوليات وعندي رؤساء اقسام وعندي ستاف سبورتنج ستاف وعندي نظام بتاع تدريب لمنو؟ تدريب مستمر. الشباب يبقى قاعدين يدربوا بعض التدريبات ويدربوا الموجة. اذا ده كله عباره عن governance وadministration مربوط بالميشن والفاليوز بتاعت الكليه. طيب الاكاديميك ستاف الموجود موجود محكوم ب بايلوز طالع من الجفرنس، محكوم بريكوايرمنتس معينه. الاديوكيشنال ريسورس طالع عليه من الكريكولم وطالع عليه من الستودنتس ريكوايرمنت وطالع عليه من الستاف ريكوايرمنتس. يعني لما نقول educational resource المنهج بتاع العيون قال عايز مستشفى عيون، معناه هنا حيصير لي عيادة عيون في الريسورس. أخصائي الجراحة قال عايز سكيل لاب، حيصير معاي في الكريكولم سكيل لاب وحيصير معاي في الريسورس سكيل لاب. ولازم يكون عندي عملية تحكم لي إنه كل الأشياء دي مطبقة، اللي هي عملية الكواليتي أشورنس، انه اتاكد انه كل الاشياء دي. اذا دي الان نموذج لمعايير موجوده. لو قلنا لك فصل لنا في كل معيار، انت الان كاكسبرت جينا قلنا لك نحن الان في الليمو ما لقينا اي ستاندر موجود، لكن نحن عايزين معايير للموضوع ده، عايزين مواصفات للرؤيه والرساله والقيم بتاعت الجامعه، حتقول لنا خلاص عايزين ستيتمنت واضحه توري انه الجامعه دي شغاله في شنو والقيم الاساسيه بتاعتها شنو ورؤيتها شنو. ممتاز. اذا حتبدا تعمل لي ريكوايرمنت سبيسيفيكيشن للستاندرد زي ما احنا عايزين. لو قلنا لك ادينا مواصفات للكريكولم، هتقول لنا الموضوع ده سهل، انا هديكم نموذج
عبوه لي للكورس سبيسيفيكيشن البروجرام سبيسيفيكيشن ويبقى له تمبلت لشنو الكريكولم. اذا انت اديتني مواصفات المنهج موجوده في ستاندرد جايد لاين الاسسمنت قلنا لك عايزين انك تكتب لنا المعيار بتاع التقييم ممتاز جدا خلاص. النولج بنقيمه بالام سي كيوز والشورت اسي. السكيلز بنقيمه بالبراكتيكال اكزام وبنقيمه بشنو بالاوسكي اكزام. الامتياز بنقيمه باللوج بوك والبورتفوليو بحيث انه يكون عندي عدد من الاكتيفيتيز اللي احنا شغالين. خلاص ستاندرد اسسمنت بقى واضح بالنسبه لك انت كاكسبرت. طيب الاكاديميك ستاف ادينا مواصفات بتقول خلاص ممتاز عندكم الريكويرمنتس. اي قسم لازم يكون فيه بروفيسور واسيستنت واسوشيت ليكتشرر ات ليست ريكويرمنتس. انا من وجهه نظري كخبير لازم يكونوا موجودين عشان يطوروا لي العمليه التعليميه ويشرفوا لي على البحوث ويطوروها بشكل كويس. الاديوكيشنال ريسورس بقول لهم اصلا احنا خدتينها في التمبلت بتاع الكريكولم جمعوها مع بعض كلها اخذتوها شنو كريكويرمنتس بتاعتكم بتاع الاديوكيشنال ريسورس. الكواليتي اشورنس ده سيستم هتعملوه عشان تضمنوا بيه العمليه بتاعه التقييم والميجرمنت والتطبيق لمنه لكل المعايير اللي احنا حددناها مع بعض. والجوفرنس دي كل القوانين والهيكل الوظيفي اللي احنا مع بعض بنتواصل بيه وبنخدم بيه بشكل او باخر. الدبليو اف ام اي ستاندردز اتعملت بحيث انها تكون جلوبال وكل دوله تعمل تيلرنج لما يناسب الدوله لانه قالوا نو وان سايز فيت اول. يعني ما موجود من ريسورس في الامارات وكولومبيا وليبيا وبغداد مختلف. ده في المعيار بتاع شنو بتاع الموارد التعليميه الادكيشنال ريسورس. اذا يا دول العالم شيل الستاندرد ده واعمل له موديفيكيشن. مشكور مركز ضمان الجوده في ليبيا شال المعيار بتاع البيزك ميديكال ادكيشن وعمل a kind of effort بحيث انه هو يكون عنده نوع من الكستمايزيشن والتيلرنج على ليبيا. اي شخص حيقول انا متحفظ والله يا اخي مجهود تعبان ترجمه بس ما اقول له يا اخي ما لا يفعل كله لا يترك جل. الفكره في التقييم البرنامج والتطوير والتحسين المستمر هناك موجودين في الكواليتي اشورنس مع بعض. في النسخه الثانيه من الدبليو في منيحه تلقاهم مطورين مفصل. تمام. اذا مركز ضمان الجوده قام بالمجهود اللي انا قلته قبل شويه ثيوريتيكالي انه يا اخي ممكن نحن مع بعض نقعد وندير مجهود في انه يكون عندنا معايير اذا كانت ما موجوده اللي هو اسوء الفروض. صحينا من الصباح لقينا العالم كله سحب كل المعايير بقى ما في قيم ما في خيال. لكن نفترض انه الخيال حقيقه. هل انت حتخلي الجود براكتس في العياره بتاعتك والله حتلتزم بالقدر المستطاع بما تستوعب خلاص. فبالتالي اذا الستاندردز دي موجوده وانا مرجعيتي الاساسيه بقول دائما الستاندردز هي القيم هي الفاليوز. طيب ليه نحن بنسرق؟ والله يا اخي ممكن زول يقول لي حرام. مسلم يقول لي السرقه حرام. ليه ما بكذب؟ والله يا اخي الكذب حرام. ممكن شخص ما عنده دين يقول لي والله اي دونت نيد تو ما محتاج اكذب واي دو اي نيد ان اكذب. فاذا باختلاف المرجعيه القيمه كقيمه في البني ادم هي موجوده هيوميتيريان فاليوز دي موجوده كقيم نحن عايشين بها منها حتطلع بقيه الستاندرز. الفكره بتاعتنا احنا عايزين تو ستاندردايز احنا عايزين جود كواليتي اوف لايف. ده هنا بوريك انه في مجهود تم وفي لجان وكتبت المعايير وحاولت عدلت على لكن بس عايز نصل للمعايير بشكل سريع. طيب 9 معايير احنا شفناها. طيب اذا ده نموذج من المعايير اللي هو المعيار الاول اللي هو الرساله والمهمه. اذا احنا جاوبنا على على الاسئله هذه وحققناها وطبقناها اللي هي عدد 26 مؤشر او 26 سؤال او 26 requirements انا بكون عندي رساله ومهمه بشكل كويس. فاذا each single معيار عنده عدد من المؤشرات او عدد من requirements او عدد من الاسئله او عدد من expectations should be met. لما انت تحققها وتطبقها
انت الان بتكون حققت هذا المعيار. تمام؟ خدينا نموذج يكون فيه سؤال واحد مثلا او اثنين. يجب على البرنامج تحديد مقررات دراسية بشكل دقيق. اذا عشان يكون عندي برنامج طب كويس لازم يكون فيه مقررات دراسية واضحة من year 1 لحد year 6. من مقرر السلام عليكم انت طالب طب الى مقرر مع السلامة انت طبيب ممتاز. واضح. في استادي بلان، في استادي بلان، في السمستر الاول فيه كذا، السمستر الثاني فيه كذا، السمستر الثالث فيه كذا، السمستر الرابع كل كورس، ومعروف العلاقه بين كل كورس والاخر شنو، ومعروف العلاقه بين كل سنه واخرى شنو. اذا دي اول خطوه في انه انا احقق هذا المعيار واواصل. نمشي رقم 10، يجب على البرنامج تحديد ودمج مساهمات العلوم السلوكيه في الخطط الدراسيه. ممتاز. سايكولوجيكال ساينس دي المفروض تكون موجوده وانا اخذتها كبارت انتجرال بارت في الميديسن وفي السيرجري وفي كده وفي كده وفي كده. كوميونيكيشن سكيلز، معارف، اتيتيود، بلا بلا بلا، بروفيشناليزم، ديسيبلين، كوميتمنت، لازم تكون موجوده عندي بشكل او باخر. فبالتالي تحقيق المعايير بضمن تحقيق الجوده. المعايير من وين جات؟ جات من experts، جات من international organizations، جات من customer requirements، جات من expert opinion. المهم أنا الآن حددت إنه المعيار ده أنا عايز هواكب وأوائم هذا المعيار. to fulfill this requirements. أي سؤال؟